السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده حديث القاهره <applause> خلينا نتكلم عن ثلاث نقاط في مقدمتنا لهذه الليله ولهذا الحديث. النقطه الاولانيه فيما يخص عدم التصديق على حكم الحبس للكاتب والباحث الكبير استاذ احمد عبد ماهر ورد القضيه مره اخرى الى دائره جديده تنظر يوم 7 فبراير في جلستها الاولى للقضيه. رقم اثنين نتكلم عن مرسى مطروح والامام الواعظ الجامع الذي يعني نشر فيديو آآ آآ ناقم غاضب ساخط على شعب مرسى مطروح الذي يشاهد المباراه ولا يذهب لصلاه العشاء والنقطة الثالثة القرار اللي صدر من وزارة التموين أو تم التراجع عنه أو تم نفيه أو تم التحايل حوله أو اللف حواليه الخاص به رغيف العيش وطريقة صرفه خليني ابدا من اللحظه الاولى بقرار عدم التصديق، عدم التصديق ده القضيه كانت قصاد محكمه الطوارئ في محكمه الطوارئ ما فيهاش استئناف ولا فيها نقض بتروح للحاكم العسكري اللي هو رئيس الجمهوريه او من ينوبه او من يمثله رئيس الجمهوريه او ينوبه للتصديق. اللي في الحاله دي بيبقى رئيس مجلس الوزراء، لكن واحنا بنتكلم دلوقتي الرئيس السيسي او الحاكم العسكري اللي المفروض انه يصدق على الحكم فينفذ. لو كان صدق على الحكم وقال يتم التصديق وتختم كان يتسجن المستشار الكاتب والباحث الاستاذ احمد عبده ماهر خمس سنوات في قضيه ازدراء اديان التصديق جاء بالرفض ولم يصدق على هذا الحكم وهو حكم الحقيقه لا تصدق انه قد صدر في مصر اصلا كي يصدق عليه العدم التصديق رئيس الجمهورية أو الحاكم العسكري على هذا الحكم له دلالات كبيرة وبالتأكيد هو رسالة مهمة المفروض رسالة للمجتمع العام ورسالة للقضاء والقضاء والنيابة ورسالة للمؤسسات الدينية ورسالة للإعلام أن لما رئيس الجمهورية يرفض التصديق على حكم بحبس كاتب وباحث بالاتهامه بازدراء الاديان. عدم التصديق اولا هنا ما تقولش السلطه التنفيذيه تغول او تتغول على السلطه القضائيه لانه في الاخر دي قانون طوارئ. فمن اللحظه الاولى التصديق واجب من السلطه التنفيذيه. فرئيس الجمهوريه اثر الا يصدق على هذا الحكم والغاه. ده دي اذا لم تكن رساله واضحه المعاني شارحه لنفسها وضاءة وضاحة يعني اعتقد ان القلوب والصدور التي يعني في قلبها حرج او مرض لازم تنتبه لهذه الرساله لانها كمان رساله مش بس من رئيس الجمهوريه بصفته هنا في قانون طوارئ وحاكم عسكري لا كمان ده رساله من رئيس الجمهوريه بصفته الحارس على الدستور اللي المفروض انه اقسم على حمايه الدستور وعلى تطبيق الدستور هذا القسم لو تعلمون عظيم هو بيطبقوا بهذا القرار لأن الدستور لا يمكن لرئيس الجمهورية أنه يوافق ويصدق على حكم متى طلب منه هو شخصيا بها التصديق يعني في الأحكام العادية الأخرى هو يملك العفو أن النقد يطلع حكم أو الاستئناف يطلع حكم بالحبس يملك العفو إنما لا يملك الإلغاء لا يملك عدم التصديق لانه ده حكم مدني مش في قضاء طوارئ. انما متى يملك التصديق فلا يستطيع رئيس الجمهوريه بطبيعه الحال ان يصدق على حكم يخالف الدستور عيانا بيانا. حريه الراي والعقيده، حريه البحث حريه الكتابه، حريه النشر. دي كلها امور موجوده في الدستور. كيف لرئيس الجمهوريه ان يخاصم هذه المواد التي اقسم على حمايتها وعلى صيانتها وعلى صونها فلما تاتي الفرصه اليه باعتباره هنا هو المصدق هو اللي هيصدق رفض لما بتيجي الفرصه انه هو اللي يعفو يعفو كما عفى على في الحكم الخاص بالكاتب والباحث الكبير الاستاذ اسلام بحيري صحيح قبل اسابيع من قضاء مدة الحكم لكن في المحصلة حصل عفو. طيب، هنا بقى نقطة مهمة بقول لك الرسالة وصلت الرسالة وصلت للساده القضاه وال وللقضاء المصري للنيابة للسيد النائب العام دي رسالة من رئيس الجمهورية رسالة عملية. رسالة عملية مش رسالة قولية، رسالة عملية. الخطوة دي خدوا بالكم كمان انه يتخذها رئيس الجمهورية خطوه بالغه الاهميه ليه لان انا واثق انا على ثقه كامله مطلقه انه في اطراف في الدوله واجهزه في الدوله رايها كان رايها عدم انه التصديق ما نضعش قرار رئيس الجمهورية موضع التنازع بين طرفين هما رايهم انه في طرف ديني متمثل في المجتمع بالوان كتيره ومؤثر وبيحرك وصوته عالي وتقريبا محتل السوشيال ميديا وفي وده مش محتاجين ان احنا نعديه ولا نخصمه خصوصا انه الإخوان المسلمين بيكسبوا من الموضوع ده وبيسخنوها اكتر وبيقلبوا علينا ناس في الشارع وفي طرف تاني اسمه الطرف المدني الطرف اللي بيقول على نفسه مدني والليبرالي والدوله المدنيه وجع القلب ده اللي شغال طول الوقت هجوم على التطرف الديني لكن اجهزه الدوله مش مطمئنه قوي للطرف المدني ده وحاسه انه هو عايز يعارض وبيلف ويدور او اصله لا ممكن اصله بيزودها ولو احنا ادينا له فرصه ان احنا لغ... رفضنا التصديق على الحكم ده الجماعه الليبراليين والجماعه بتوع الدوله المدنيه دول هيفتكروا نفسهم انتصروا وهيفتكروا نفسهم بقى خدوا آآ آآ مكانه كبيره فيبداوا يزايدوا ويزودوها ها ويحرجوا رئيس الجمهوريه. خصوصا ان في طرف ايضا شايف انه في مجموعه في مصر اسماء وشخصيات كده بتاعه الدوله الدينيه دي بتاعه الدوله المدنيه واصل التنوير والحاجات دي عايزين ينتهزوا فرصه الوقيعه اللي بين اجهزه الدولة والتاريخ الإسلامي ويكسبوا اكبر مكاسب ممكنه لهم في حكاية الدولة المدنية. ده طرف في الدولة بيفكر كده. طيب. في نفس الوقت الإسلاميين فعلا متربصين التيار الإسلامي متربص. أولا الحكم ده يصدر يحصل له وهج في قلبه ودعم له جدا عشان يشاور ويقول انه الفكره الاسلام السياسي والفكره الاسلاميه دي موجوده في المجتمع المصري وانه الناس كلها ضد اي مناقشه في الدين واي اي جدل ضد افكار الدين الثابته والمعلومه في الدين بالضروره ومش عارف ايه كل ده ها ويظهر قد ايه الجماعه بتوع الدوله آه بيسيبوا التنوري التنوريين يقولوا على نفسهم تنوريين او بتوع العلمانيين وبتاع يتطاولوا على الدين ويهينوا الاسلام تحت رعايه وحمايه الدوله اللي بتحميهم عشان هم من مؤيدي السيسي ومع السيسي وعشان كده طلقنهم في البلد و يعمل الحكايه دي يتوقف الحكم يبقى شفت شفت بيوقفوا ضد الاسلام ازاي شفتوا ضد ضد الدين ازاي شفتوا مع كل هدم لافكار الدين شوف الناس اللي بتتطاول على الاسلام وعلى النبي الكريم وعلى الصحابه الدوله بتحميهم ازاي وبتمنع عنهم السجن بينما يسجنون من يقول ربي الله وعايز يطبق الشريعه الاسلاميه ويطبق حكم الله في السجون لا يرون النور بينما هؤلاء الذين يطعنون في الدين ويعادون الاسلام وحرب على رسول الله مطلق الصراحه ويعني مبسوطين ومرتاحين <applause> ده المنطق اللي ترى الاسلامي هيستغل الحكم في كده فالجماعه بقى بتوع الدوله جزء منهم يعني دي مشكلته انه مش عايز الاسلاميين يستغلوا الحكايه دي هو نفسه عنده قناعه الطرف اللي موجود في الدوله ده او وجهه النظر اللي موجوده في الدوله انه الدفاع عن حريه الراي والتعبير والاجتهاد والحاجات دي كلها بتسخن الاسلاميين بتديهم وقود للاسلاميين، هو عايز يطفي الموضوع ده خالص. طيب كويس فده يبين بقى رئيس الجمهوريه فين من المشهد؟ مع الدستور مش بقول مع التنوير ولا مع مع الدستور برضه في رغبه شديده جدا لدى البعض في محاوله تقديم رئيس الجمهوريه انه محايد بين الدولة المدنية والدولة الدينية أو تقديم الدولة نفسها زي ما حكيت لكم قصة آآ آآ المناظرة ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية سنة 92 في معرض الكتاب الهيئة العامة للكتاب كأن الحكومة دي المفروض إنها تبقى محايدة بين أنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية لا حضرتكم <applause> انتوا الدولة المدنية يعني هي المفروض ما فيش م... انت مع الدولة المدنية انت تقف ضد الدولة الدينية اللي عايز بقى يخلي الدوله المصريه ماشيه اليومين دول في السكه دي بتاعت لا 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 احنا مش دعوه الدوله المدنيه والحاجات دي احنا يسمع الخطاب المستمر للرئيس السيسي وهو بيؤكد على فكره دوله مدنيه حديثه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه مدنيه ديمقراطيه حديثه مش دوله دينيه فاللي بيقول فعلا ان احنا عايزين دوله مدنيه حديثه هو اللي بيقول انا مش عايز ازدراء اديان ولا قانون ازدراء اديان ولا عايز قانون حزبه ولا عايز مصادره للناس على افكارهم وعلى اه كتاباتهم ولا على اديانهم اللي رافض انه يكتب اه اه انه يتشال في خانه البطاقه يتشال منها الديانه هو نفسه اللي رافض يكتب بهائي للشخصيه البهائيه للمواطن البهائي هو نفسه رافض ان البهائي يدفن يدفن في مدفنه شوف الل شوف اللا انسانيه وصلت غد في تحت دعوه الدين وحمايه الدين خلينا هنا نتكلم على شقين بقى علشان ثلاث تل محاور نتكلم فيهم في بانطلاقا من عدم التصديق على الحكم لان القضيه منظوره لسه هتروح ايه في فبراير في 7 فبراير قصاد محكمه ودايره جديده هي القضيه دي كانت عباره عن ايه اخ محامي رافع دعوة على الكاتب والباحث الكبير الاستاذ احمد عبد الماهر ملتقطا بقى من بعض برامجه التلفزيونيه حواراته التلفزيونيه او كتاباته اشياء عدها هذا المبلغ انحرافا وازدراء للدين الاسلامي ورفع دعوه اذا احنا هنا بنتكلم على انه في قدره على اقامه دعوه تحمل مثل هذه الاتهامات ثم انه في قانون يمكن ان يرجع اليه في هذه الاتهامات اللي هو الماده الخاصه بإزدراء الاديان طيب يبقى انتهت بقى ايه الحل يا جماعه الحل هو الغاء هذه الماده سبق واعضاء مجلس الشعب او مجلس النواب طرحوا فكره الأثر دراسه الاثر التشريعي لهذه الماده اللي هي محاوله تبليع البعض يعني ان الماده دي تتلغي ولانه طبعا زي ما بقول لك في هاجس رهيب آه عند اجهزه الدوله احسن ياخدوا اي موقف لصالح الدوله المدنيه فالاسلاميين يكسبوا او يتشوه صورتهم في الشارع الدوله او انت شايف بيحصل ايه في الـ في السوشيال ميديا لما اي حد يكلم كلمه على الدين فهم مش هم خايفين مذعورين يعني جزء منهم اعتقادهم ده بيحمي الدولة من أنهم ياخدوا أي موقف أحسن يبقى رد الفعل الإسلاميين والإخوان يعملوا إيه في البلد ويولعوا البلد على الحكاية دي والدين مش الدين وكلام ده والحق والدين بيتهدم الدين دي فالدولة خايفة يعني أنا بقول أهو الدولة خايفة أو قطاع منها القطاع العاقل فيها عايز يلغي مادة ازدراء الأديان لكن القطاع اللي بيعتبر نفسه اكثر تعقلا رايه ان ده يصب لصالح الاسلاميين فيعملوا ايه فيعني في يبدو انه صيغه يعني من نواب يعني نبيهين قال لك طيب واحده واحده ندرس الاول الاثر التشريعي للماده دي كانت طلعت ليه عشان تحمي الاديان من التطرف المتطرفين علشان ما حدش يتطاول على الدين المسيحي بالذات ده ده الاصل في التشريع لانه كان المتطرفين بداوا يشتموا بقى ويقولوا ويقلوا ادابهم والخطب والحاجات دي كلها فتعالوا ندرس الاثر التشريعي طبعا لما يجي يدرس الاثر التشريعي ده لو درسوه لغايه دلوقتي يعني ما بلغناش انهم درسوا الاثر التشريعي هيلاقوا كل الماده دي اتطبقت ضد مفكرين باحثين مجتهدين او مواطنين غلابه في الصعيد او في الريف حد سمع عنهم في 32 قضيه استدراء اديان على فكره تنظر الان في المحاكم حدش يعرف عن حاجه مش كده على حس الماده دي ليه لان الدوله بقول لك في شق في تراث قديم في الدوله انه نستخدم الماده دي ضد الناس اللي اصحاب الالسان الطويله الالسان الطويله يعني مواطنين شرفاء نقول لهم يا مواطنين شرفاء بلغوا في فلان ده علشان يعني زودها اصلا في حاجه تانية انما زود هتالوا من هنا ففي ده ارث قديم يعني فلما اتورث الارث ده يبدو ما حدش عايز يتخلى عنه واهو أداف في ايدهم يعني الحاجه التانية انه اصل خايفين اصل الاسلاميين يستخدموا ده ويستغلوا ده الحاجه الثالثه انه يبدو ايضا انه في مش يبدو هو مؤكد يعني انه في جوه الدوله بعد 50 سنه في جوه الدوله ناس سلفيه وفي مقا وهي بس كمقاليد الامور يعني ومتحكمه في مفاصل اشياء في في الدوله كده وانا بسمع مباشره يعني وغير مباشره يعني من اطراف مش مسؤولين كبار وبتاع لا ده في المفاصل بقول لك المفاصل الصغيره يعني يعني خف على الاسلاميين بقى خف على ال السلفيه يعني يخف لكن اهو يعني في كده في كده فالمشهد كله يخلص ازاي يخلص بان الدوله تجاوب على الدوله بقى اجهزه الدوله اجهزه الدوله كلها تجاوب على الاسئله دي عشان نعرف راسنا من رجلينا ونعرف كمان ان الاسئله دي مطروحه بعد قرار رئيس الجمهوريه شديد الوضوح في عدم التصديق على مثل هذا الحكم خد بالك انه لما الرئيس مبارك رحمه الله اصدر قرار بالعفو او اصدر قرار بالعفو عني في الحكم اللي انا كنت خدته في يعني السجن في قضيه تخصه هو تخص الرئيس مبارك الله يرحمه بعدها ما صحفيين تلقوا احكام بالسجن رغم ان القانون فضل موجود ليه لانه بقى فيه توجه دولة بتقول يا جماعة ما تحرجوناش احنا مش عايزين حبس او رئيس الجمهورية نفسه عفى عن الصحف المسجون هتيجي انتوا تحبسوا تحبسوا ناس تانية فده معناه معناه انه بقول لك ده وجه دستوري رئاسي دستوري كده المفروض بناء على التوجه الدستوري الرئاسي ده ولكن الدوله بقى لازم تحل المشكله اساسي ايه هي المشكله ان في ناس معتقده ان الاسلام يحتاج الى حمايه بالمناسبه احنا هنوصل من اللي احنا بنقوله ده لغايه رغيف العيش حالا يعني علاقته بالرغيف العيش هقول لك علاقته بالرغيف العيش طبعا المشكله ان في ناس شايفه ان الاسلام يحتاج الى حمايه وان الدين يحتاج الى وصايه ماشي الكلام؟ ده ده المحور الحقيقي للنقاش، ده اللي مصر لازم تسال نفسها السؤال ده دلوقتي. هل مناقشة أي شيء في الدين يضعفه؟ يضعف الدين؟ يبقى أنت رأيك أن الدين بتاعك ضعيف؟ لو أي مناقشة في الدين تضعف الدين يبقى أنت رأيك أن الدين بتاعك ضعيف. لان القران نفسه جايب اتهامات في سيدنا النبي وجايب نفي للالوهيه وجايب كل كلام اللي ضد القران واللي بيقول على القران تاليف واللي بيقول على القران شعر واللي بيقول على القران سحر في القران نفسه مش ضعيف القران عشان يقول وبنقول احنا بالرد ده بنقوله في الصلاه بنقوله في قراءه وتلاوه القران بنتعبد بيه اذا الله فقير عادي جدا. اتهامات موجوده مقزعة لسيدنا النبي بل وللذات الالهيه نفسها والملائكه وغيره 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 موجوده في القران لو دي تضعف الدين كانت قالت في القران لو دي تهزه لو الدين ضعيف تهزه يعني لو سيدنا النبي ضعيف كان القران نفسه يتكلم عن حادث الافك وإن السيدة عائشة متهمة شهرين وأكثر أو أقل شوية في المدينة المنورة مدينة الصحابة بإنها خانت النبي بشخص بإسمه بسمته بكل حاجة والمدينة قاعدة مش عارفة نصها بيقول إنها خانته فعلا وبيروج ده بعد كده هيضربه هيتعاقبوا يعني يتجلدوا والنص التاني مش فاهم يقول إيه ويعمل إيه والنبي مش عارف يعمل إيه وين ينزل الحل من السماء ببراد السيدة عائشة لو الموقف ده يهز السيدة عائشة لو الموقف ده يهز السيدة عائشة أو يهز سمعة سيدنا النبي كانت قال في القرآن المقدس يبقى أنت بتكلم على الدين قوي الإسلام قوي أو يرى في نفسه كذلك فبيخافش بالنقاش النقاش ما بيخافش من الاتهامات لك لك اقزع اتهامات هل رفض اي شيء في مظاهر التدين يعني انتقاص في الدين او هدم للدين يبقى على طول التدين بتاعك ده هش يعني احنا لو موقفين الدنيا كلها على انه انه اصل فيه ناس بيقولوا انه في عذاب قبر الناس لما هتموت في عذاب قبر ونعيبه ففي فقهاء تانيين هم الاغلب والاعقل طبعا بيقولوا ما فيش عذاب قبر ماشي لو انت قررت بقى انه انت تقول انه ما فيش عذاب قبر اساسا هو لا يمكن يبقى في عذاب قبر لكن عموما هل لو انت قلت للناس ما فيش عذاب قبر الناس هيقوموا بكره بكره ايه دلوقتي يروحوا يزنوا مثلا او يروحوا يسرقوا خلاص ما فيش عذاب قبر يعني هل الناس واقفة على الشعرة دي؟ <applause> يعني للدرجة دي انت راك ده في اسلامهم لما تبطل تخوفهم بحكاية التعباد اللي اقرع ده هاي بقى سايبين ايديهم ورايحين هات هات لنا الخمر وين ميسر يا رجل ما فيش عذاب قبر ده 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 منطقة خبل على خطل على فكرة اللي متصور كده في دينه والمصور كده في المسلمين زي حكاية حد الردة مفيش حد رد مفيش حد ردة كل اللي بيبذلوه جهد يعني مفيش حد رد اي حد يقرا بامانه كده ويقرا كل الكتب كل الكتب كل الافكار كلها كلها مفيش حاجه اسمها حد رد ولا مذكور في القران ولا حد يعرفه اساسا لو انت قلت مفيش حد رد هنصحى الصبح ولا ايش مسلمين يعني يا جماعه اللي عايز يكفر هو حر وعمره في 60 ده هيكفر فهنصحى الصبح جاي المسلمين غاروا مشوا كفروا كلهم ايه الحياة يا جدع مفيش حد رد يا حاج ايه ده بجد؟ بجد مفيش حد رد يا راجل اديني بقى آه الخمره اديني مش عارف ايه دي اعمل اقتصر ما فيش حد رد خلاص بقى كده يعني بقى الاسلام كده بقى الدين كده حاجه خرافيه في التعامل مع الدين على انه محتاج الى حمايه والى وصايه هل رفض افكار اراء يعني فتاوى من في الفقه الاسلامي اللي بقاله 1400 سنه هل تعني هدم للدين؟ لا يبقى, يبقى كده حضرتك رايك ان رجال الدين هم الدين. ده اللي احنا بقى لازم نتناقش فيه يا جماعه. ده اللي لازم بقى نتكلم فيه عشان لا حزبه بقى ولا نسبه ولا بسمه ولا كلام من ده. ما نقعدش غمين نفسنا للنهار بهذا الجدل هو لازم يا انتوا شايفين انه محتاج مطوعين الاسلام محتاج مطوعين وحمايه ووصايه فيتفضلوا بقى الكهنه يتفضلوا يلا اتفضلوا خشوا على المسرح الكهنه اهلا بيكو خشوا على الوصايه يلا يا اهلا بالكهنه يلا محتاجه وصايه محتاجه حمايه محتاجه وكلاء لله محتاجين وسطاء لله مندوبين من الله هيوفوا علينا ويراقبونا ويحاسبونا. ليه؟ لانه المساله محتاجه وصايه وحمايه. وللإسلام ضعيف جدا لدرجه انه اي كلام هيقوله اي حد على شانه على 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 شانه او انحط قدره هيهد الاسلام. ده الموضوع الاساسي، ده موضوعنا لغايه رغيف العيش، ده موضوعنا ليه؟ ده موضوع الاصلاح الديني. ليه بقى؟ لأنه احنا جربنا يا جماعه معارك من أجل الإصلاح السياسي. جربنا يعني أنا عن, عن نفسي أنا راجل بحكي لكم من سنة يعني 82 83 كلية إعلام شوف أنت بقى خد بقى لغاية دلوقتي. معارك من أجل الإصلاح السياسي. بكل بقى تنويعاته يعني. ونجحنا. لسبب او لاخر او لاسباب كثيره او لامور لا نعلمها نجحنا في 25 يناير وبدانا وكاننا على بدايه اصلاح سياسي بلد تبقى بلد مدنيه ديمقراطيه حديثه حريه احزاب حريه صحافه حريه قول وتعبير حريه تداول السلطة عدم تابيد للسلطه كل ده قامت اتخطفت مننا الثوره واتسرقت مننا للطيار الاسلامي سرقها الطيار الاسلامي السياسي وحولها حلم للخلافه والدوله الدينيه و... ونجح في انه يستخدم كل السنين اللي فاتت اللي ضلم فيها عقول ناس كتيره في انه ياخد الناس اللي طالعه عشان خاطر الحريه تروح تودي نفسها اه تروح لنفسها لغ... عشان خاطر الاستبداد الديني ربنا كرمنا كرم كبير جدا وعرفنا بعد سنه نسترد هذه الثوره بثمن مكلف جدا يعني من الاخوان واسقطنا حكم الاخوان ومصر دفعت ثمن غالي قوي من الارهاب والكلام اللي احنا عايشينه فترات بعدها يعني فحلم الاصلاح السياسي اجهض وحلم الاصلاح الديني فضل مؤجل <applause> طيب انا بقول لكم بقى دلوقتي عن نفسنا يعني وعلى بلاطه انا لا يمكن على الاطلاق اطالب بانتخابات حره تودي الى سيطره اسلاميين مره اخرى على الحكم انتهت الحكايه تماما انا اطالب اه حريه راي وتعبير وطالب بحريه قول وفكر واجتهاد وبحث علمي انما ان انا بقى عايزين اصلاح سياسي فيلا في نعمل انتخابات فالانتخابات تجيب لي ناس ضد الديمقراطيه اساسا لا يمكن هل الكلام اللي انا بقوله ده ضد الديمقراطيه؟ ما اعرفش هو فكرك ان الديمقراطيه التصويت؟ الكلام اللي انا بقوله ده دفاعا عن الديمقراطيه وعدم استخدام آليه من آليات او اداه من ادوات الديمقراطيه ضد الديمقراطيه نفسها. الديمقراطيه نفسها اللي هي مطالبه بلد تبقى حره ديمقراطيه مدنيه حديثه عداله بين الناس حريه في التعبير و و و و و انت إيه رايح تقول لي اعمل التصويت عشان اجيب حكومه دينيه تهد ده كله، لا يا حبيبي ما اعملش. ما اعملش. إذن لابد من الاصلاح السياسي صح لكن ملوش اي معنى اصلا ملوش اي معنى لو هدفه او هينتهي الى تسليم البلد مرة ثانية للاسلاميين وهم قاعدين هم متربصين وموجودين هم يبقى الحل ايه ان احنا نبدأ في الاصلاح الديني نبدأ في الاصلاح الديني يعني يعني انا هقول لك حاجة اكاد يعني سريعا جدا ومش عايز انا ادخل في الموضوع ده مش عايز ازعج حد بارائي في هذا الموضوع لكن انا بس عايز اتوقف عند الجدل الدائر حوالين حكايه ضرب المراه والحاجات دي ودي حاجه مهمه على فكره لان ده تشريع قانوني بيتعمل في قانون بيتعامل ضد العنف ضد المرأة وفي تعديلات في قانون العقوبات ده شيء عظيم ان احنا نتكلم في الموضوع ده بالمناسبة حاجات الاعتداء على المرأة وضرب المرأة وضرب الزوجة موجودة في كل انحاء الدنيا وفي كل انحاء الدنيا هو عمل خسيس البعض هنا عايز يقدمه على انه عمل ديني ودي الكارثة السوداء دي الكارثة السوداء اللي بيقدمه كأنه عمل ديني وعمل مغطى ديني والبعض يحاول يرفق في المساله شويه يقعد يترفق بيها ويطلع لها تخريجات مش يقول رفض نهائي حاسم بات باتر انه لا يمكن يكون الاسلام اللي كرم الرجل والمراه وكرم البني ادم يبيح يعني ويصدر احكاما بحق الضرب والاعتداء والاذى او انه يبقى حد وصيه لحد يا راجل مش معقول لكن في السياق ده كله بتاع الجدل ده وطبعا هو جدل يحبه قوي السلفيون لان السلفيون رايهم ان المراه يعني يعني وكان المراه عار ووجودها اساسا عار ما علينا الجزء الخاص بيه انه وانتوا مين علشان تقولوا الكلام ده او زي العتب اللي حصل على السيده مايا موسى رئيس مجلس قوم المراه او الامين العام على انها قالت انه المراه المعنفه في مصر في رقبه الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر انا متصور انه التصريح ده معرفش اعرفش وضحت اكتر ولا لا لكن متصور التصريح ده معناه انه ان الازهر مقصر في توصيل معنى ان الاسلام ضد ضرب المراه وضد ضرب الزوجه في عند الوعاظ مش ان الازهر بيبيح لا يمكن يكون الازهر بيبيح ولا يوافق على ده وشيخ الازهر واضح قاطع في رفض فكره انه انه ضرب المراه ده عمل شنيع و و و ومجرم ومحرم وكل حاجه لكن انا بتكلم على المنهج بتاع انت مين يا فلان المقصود هنا الباحث الكبير اسلام البحيري عشان تناقش الشيخ الازهر اولا برضو تجاهل ان اسلام بحيري محقق تراث يعني شغلته في الحياه محقق تراث محقق تراث ديني دي شغلته في دي دراسته وعلمه وماجستيره ودراساته العليا <applause> يعني وشغلته التسع سنين اللي في الكويت في وزاره الاوقاف كشف شغل في وزاره الرياضه كشف شغل في وزاره الشباب كشف شغل في وزاره الثقافه حتى مش في وزاره الاوقاف محقق تراث مش, مش فاهم لو محقق تراث ما يكلمش في التراث يكلف في ايه طيب؟ <applause> يعني اذا كانت شغلته والتراث التراث يكلف في ايه؟ لكن سيبك حتى هو هو محقق جنائي ماشي؟ مرمم اثار ملوش علاقه بالتراث ماشي؟ انت مين عشان تناقش الاثار؟ ازاي يا جماعه؟ مش انتوا برضو نفس الحناجر دي ونفس بعض العمائم دي اللي بتطلع تقول لنا في الوعظ وفي الخطب وكيف وقفت امراه في مسجد الرسول؟ وقد قال وخطب عمر عن مهور وحد في مهور المرأة حيث كانت المغالاة في المدينة فإذا بالمرأة تقول أخطأت يا عمر فإذا بعمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر لا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير فيكم إن لم تقولوها منين بتقولوا لنا مع احترامي الشديد طبعا يعني للمقامات عمر طبعا لكن في المحصلة منين بتقولوا لنا الوعظ بتاع انه حد بيناقش عمر امراه انا حاولت ادور على اسمها الحقيقه ما عرفتش في في بس يعني فيش اصرار على ان اسمها يذكر في التراث في الواقع يعني حد حد يمكن مجهول عن مايا مرسي يعني مايا مرسي دلوقتي معروفه في مصر كلها الست ما كانتش معروفه قوي كانت صحابيه او يعني كانت شخصيه في المدينه وردت عمر عمر ابن الخطاب اللي هو بالتاكيد بالتاكيد الإمام الاكبر يعني مش هيخالفني الراي انه احسن الامام الاكبر ردته امراه وطلع اخطا عمر وطلع عمر قال انه اخطا واصابت امراه منين انتوا بقول اسلام باحث جاي يعني جاي يقولك بيشتغل في الاثار بيشتغل في البيئه وبيناقش شيخ الازهر مين انت من يا ابن الايه والايه ليه 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 ده حقه كمواطن عادي جدا فضلا المواطن صاحب علم لكن ده حقه جدا حقه ان يسال ويختلف وبالمناسبه وحقه انه ما ياخدش براي شيخ الازهر ويعمل اللي هو عايزه وربنا بيسأله في يوم القيامه بقى انما احنا منين ادي نصدر لنفسنا الدين بقى الوعظي إلا مش عارف أخطأت أخطأ عمر وأصابت امرأة ونيجي ساعة الجد يقول لك أنت مين عشان بيتكلم في ليه؟ ليه؟ ما يكلموش ليه؟ وليه ما يطلعش هو الصح والشغل الأغبى الأظهر هو الغلط؟ ليه؟ ليه يعني؟ وارد جدا مين معصوم؟ مين معصوم يعني؟ مين المعصوم في القصة دي كلها؟ حد يقول لنا مين المعصوم؟ وهي مناظرات اسئله وبالحق جده ممكن حد اشعث اغبر يقول حكمه وراي في الدين و وفكره في الدين افضل من ممن يعني امعنوا الظهر كله في محاوله استنطاق الدين بكلمه جديده ولم يستنطقوه. ده مع احترامي البالغ لشيخ الازهر طبعا شخصا ومقاما ولعلمه لكن كمان ما حدش جه انا ما شفتش حد جه من التنويريين مثلا او الناس اللي بينزعجوا احيانا من مما يمكن ان يقوله شيخ الازهر ويقولوا له مثلا شيخ الازهر يا شيخ الازهر سيادتك استاذ فلسفه اسلاميه مش استاذ فقه يعني تكلف الفقه ليه؟ ما حدش قال له كده ما حدش جرى وتطاول على علم رجل وقال له كده قال له ده مش تخصصك يا شيخ الازهر ما شفناش حد من اساتذه الازهر استاذ حديث ولا اصول دين قال له يا دكتور انت بتتكلم في الفلسفه نتكلم احنا في ابن رشد ونتكلم في الفلسفه الاسلاميه انما لما تيجي نتكلم في الحديث يبقى انا اللي اتكلم، ما حدش قال له كده. ما هي تخصصات حتى في الدراسات العلميه دي تخصصات يعني في في الازهر اللي هو الحديث وفي اصول العلم وفي اصول الدين وفي اللغه العربيه وفي وفي وفي, وفي زي الدكاتره مش في انف واذن محجره؟ انت لو بتروح تتعالج آآ آآ في أنفك مش بتروح لأنف وزن حنجرة ولا بتروح بطنة ولا بتروح جلدية برضه الأساتذة دول أصول فكرة عالم دي يعني تعبير عايزين نخففه شوية يعني هما أساتذة متخصصين فبتروح للمتخصص في ناس من أشهر الناس مثلا بيكلموا في الدين ويقولوا فتاوى زي الشيخ الشعراوي أستاذ لغة عربية طب نعمل إيه؟ نطالبهم ايضا باحترام التخصص؟ ولا ناس عندها علم وبتكتبه وبتطرحه على الناس واحنا نتناقش انما ما ليش علمك وما تقوليش انا اللي عارف ما احنا قلنا اهو يبقى ساعتها بقى بتاع الفقه يلتزم بالكلام في الفقه بتاع الحديث يلتزم بالكلام في الحديث وساعتها بقى كل واعظ يعرف نفسه هو واعظ انت واعظ يا ابني انت مش عا يا علماء الازهر ايه علماء الازهر دول؟ هو هو حتى لو كل حصل على الدكتوراه عالم ما مش عالم اسمه استاذ متخصص جاب منين إيه كلمة عالم من علماء الازهر ايه علماء دي العالمية زمان دي كانت شهادة ما كان اليوس يعني ما اسموش من علماء الازهر يعني العلماء دول اللي بي... علماء الدين دول اللي بيدوا للدين حاجة جديدة مش اعادة انتاج اللي بيطرحوا اجتهاد ورؤى مختلفة اللي بيضيفوا انما دول اساتذة الازهر على عيننا وراسنا كلهم الله يرحم أبويا يعني ويعني و و وكل و و و و من أفنى عمره في الأزهر تع تعلما وتعليما. عظيم كلهم أساتذة وكلهم تخصصات إنما يعني مش مقدسين مش منزلين ده حتى عن النقاش يا سبحان الله يعني ولا ماشي يعني أصل هم اللي كانوا يا سيدي طب حتى حد يناقش حد يناقش إيه من هنا بقى عايز اروح لحكايه مسجد مطروح ده اروح مسجد مطروح ايه بقى حكايه اللي حصل من امام وخطيب ده برضه النموذج اللي انا عايز يعني كله يسلم بعضه بعضا راجل الامام الخطيب بتاع الجامع وبرضه ارجو ان يبقى واضح جدا وامام وخطيب بس احنا مكبرين المسائل قوي امام وخطيب بيسموهم الخطباء اللي بيخطب ده اسمه خطيب بس مش عالم وقد لا يملك من العلم شيئا اصلا ولا حتى يمكن من علم الخطابه انما هو شغلته ووظيفته خطيب زي وظيفته امام امام ايه؟ امام صلاه احفظنا للقران فيؤمنا في الصلاه انما احفظنا في القران تفتكر افهمنا للقران؟ لا علمنا بالدين؟ لا سيبك من اتقان ما دي اتقان دي بتاعت ربنا طيب هو إمام وخطيب الموظف ده الإمام والخطيب الواعظ ده استاء جدا في مطروح من إنه لا الجامع فاضي ساعة العشاء فهم عامل لنا الفيديو ده تعالوا نشوفه طبعا يعني اتقال لنا انه تم وقف الامام المسجد دوت ميم ميم امام وخطيب بمديريه اوقاف مطروح عن العمل لمده ثلاث شهور حين التحقيق معه انا الحقيقه اتمنى إنه يعاد تاهيله لانه هو ده مش تصرفات واعظ ولا امام ولا خطيب خالص ولا حتى فهمه للدين يعني برضه شيء خلينا نناقشه بهدوء هو راجل بيزيد علينا كلنا وبيزيد على الوطن وعلى البلد وعلى الناس وطبعا الاسلاميين خدوا الفيديو ده وينشروه بقوه وبكثافة شوفوا المصريين اللي ما بيصلوش الجامع بيتفرجوا على ماتش مصر ما بيصلوش في الجامع صلاة العشاء. والترويج بقى لهذا الأمر وكمان عشان يحسسك أنت وأنت تتفرج دلوقتي بالذنب وإحنا ناس في الحقيقة يعني ناس مستنطعة خالص جدا وإزاي ده يحصل وبرضه إحنا زودناها وحاجة كده ونتألم لديننا ونتألم لإن إحنا سايبين الجامع فارغ ما فوش حد. وملهوفين على الكورة وبتاع. والراجل كمان بيتعامل مع اللي ده فتن وحن وربنا يردنا الى ديننا ردا جميلا كمان يعني خرجنا من الدين كمان دعك من انه لقى الناس بتصلي معاه لكن خلينا بس في ال ال تراتب الموقف ده كله اولا صلاة العشاء جماعة ليست فرضا حاجة عم الشيخ ماشي صلاة العشاء ممتدة حتى الفجر صلاة العشاء ممكن جدا نصليها بعد وقتها بساعة ساعتين ثلاثة وجماعة يعني ايه الخطأ الرهيب اللي حاصل قدام عينيك دلوقتي انه ساعة الصلاة مفيش مصليين ساعة صلاة العشاء وبيتفرجوا على الماتش انا عايز اسأل حضرتك ايه المشكلة بالنسبة لك يعني امبارح ما كانش فيه الماتش والناس جم صلوا عندك ال 40 20 30 كان الاسلام عظيم وصحيح ومعافى وتاني يوم ال 30 اللي بيجوا يصلوا معاك من الاربعين 40 ما فالاسلام انهار والبلد بقت وحشه وردونا الى الله ردا جميلا ما انت ما انت امبارح ما كانش معاك 3000 واحد في الجامعة يعني اختفوا النهارده هو العشاء امبارح كان في 30 40 واحد ده بالكتير ليه؟ بقول لك بالكتير ليه؟ لانه البلد اتملت مساجد وزوايا وفكرة المسجد الكبير بتاع زمان اللي هو الصلاة قام فيه ده وحدها دي مسألة ما بقتش موجودة خالص ومطروح محافظة سلفية تماما ومسيطر عليها حزب النور تماما والدعوة السلفية بتاعة اسكندرية بشكل يكون جايبها لمسة اكتاف ومعبية سلفيين ومعبية مساجد سلفيين وبعدين انت بتطلع لنا المسجد ده إنه ما فيش حد فيه صلى الا الثلاثه اللي انت اقنعتهم ورجعت بيهم دول بقيه المساجد اخبارها ايه؟ انا احكي لك عندنا احنا احنا كان في اثناء المباراه دي كنا في الجامع المشير وكان الجامع مليء بالبشر وبالمعزيين وبال وبالناس اللي قاعده تع... بشر يعني مليين الجامع, الجامع بكل ضخامته ولو رحنا في مطروح هنلاقي صلاة العشاء اتعملت في عشرين تلاتين جامع حواليك والناس صلت يمكن لان الناس عارفة انك انت واعظ فظ احتمال فما بتجيلكش في اللحظة دي لان اللي انت عملته ده ملوش علاقة بالوعظ انت عارف الصح كان ايه لو انت واعظ تطلب مرضاة الله انك تروح تقول لهم يا جماعة انا هأجل صلاة العشاء جماعة لبعد الماتش في اكتر من كده او هنصلي عيشة يا جماعه عارف انتم مشغولين بالماتش ومصر ورب ويدعي لمصر ورب يفوزوا نصلي العيشة بعد الصلاه ونكون كلنا إلا فرحانين بفوز مصر او بعد الماتش او تعالوا نصلي في الاستراحه لو انت تملك رقة كرم عزوبه المؤمن مرونه العالم شفقة الإنسان محبة البلد ليه؟ عشان بس ما يسمى ما يطلقون عليه ما يسمى المنتخب الوطني هو سلفي تنقعه كده سلفي يعني الراجل سلفي من من اللي تستطيع أن تقطع بخطابهم وبأدائهم ده إنه سلفي منظم ويعني مت... يعني المهم وده يبقى دول ال الغلبة الكثرة اللي موجودين دلوقتي ما تقوليش الدولة بتا... دولة إيه؟ دولة إيه يا حاج ما هو؟ ماليين الدولة أساسا. اللي حاصل هنا إيه؟ بقولك لو أنت واعظ حقيقي لو أنت داعية حقيقي لو أنت حريص فعلا على إن الناس تصلي العشاء جماعة. فيبقى التوجه بتاعك كده، توجه الرحمة، التودد، الكرم، المرونة، الإبتسامة ثم يا اخي انت بتقول لي الذي يسمى المنتخب الوطني وانت شايف ان متابعه منتخب مصر ما سمات ايجابيه لطيفه شايفه مجون وايحا ومحن وفتن ده منتخب مصر يعني ناس بتعتصم وجدانيا في لحظه توحد وسعاده وشراكه انسانيه وبتشجع منتخبها وبتنمي علاقتها بوطنها وبلدها وبتحول اللحظه دي للحظه توحد نفسي ووجداني وفرحه وبهجه امنه تماما خاليه من مظاهر يعني ممكن تزعج حضرتك كسلفي ما فيهاش دف وموسيقى ونفع ورقص يا سيدي الفاضل ففي البراءه الكامله اهو البراءه الكامله اهي ده اللي كان اقدر انك تعمله انما لقيتك بسلفيه ضيقه العقل والصدر وفظه قررت تجريس الناس ده الفرق بقى وده اللي بيعملوه هم هم دول هم دول بالظبط هو ده الفكر السلفي القائم على الاستعلاء والتجريس قرر ايه يجرس الناس بدل ما يدعو الناس ويهديهم متصورا انه بيهديهم يعني لانهم تسعة في 99% منهم اللي بيصلي هيقوم يصلي للعيشة بعدها. والراجل ده لا عمره شاف استاد كوره ولا راح ماتش. لو كان جاي شاف ماتشاتنا في استاد القاهره والناس لان حسب توقيت المباراه بقى لما بتلحق العصر لما بتلحق المغرب في الاستراحه ويشوف مش الاف عشرات الالاف وهي بتصلي في الاستاد عشرات الالاف وهي بتصلي في الاستاد كان يعني يعرف ان الناس بتصلي على فكره بتتفرج على الماتش. فيهاش تضاد خالص غير عند ضيق الافق والصدر والعقل والدين يعني حتى انت ما بتكسبش للدين دلوقتي انت بقولك يعني ايه حال ايه حاله النفور دي بتجرس الناس بتبتز الناس بتعمل تجريس للناس وابتزاز للناس وايه تقوم رافع ده على على الفيديو على اليوتيوب طبعا لان كده ده هدفك هدفك هو الطعن في بلدك والطعن في شعبك والطعن في دين الناس وتتبع عوراتهم لو انت تصورت دي عورات وتقديم البلد على يم الحلة وانها بلد تفضل الكرة والرقص على دين الله وعلى الصلاة في الله مساجد الله ودي مساجد الله خالية دي رسالتك دي مشاعرك ورسالتك ده تصورك وإحساسك ده تنظيمك وطيارك هو ده بالظبط فينزل فيلتقفوا نفس بقى المجموعه بتاعتك وتروج وتقول والناس يعني تلبس غم وهم يا نهار اسود احنا شجعنا ليه الماتش؟ ليه شجعنا مصر؟ ليه ما رحناش نصلي العشاء؟ كانه خلاص كانه العشاء يا جماعه العشاء ممتده بتبدا النهارده اظن السته واتنين وخمسين لغايه الفجر صلي في اي وقت يا حضرتك واطلعوا من القهوه صلوا في اي وقت يا جماعه زي ما انتم عايزين ولا يرعبكم الراجل ده ولا غيره ده مطوع يا عيني ده ده لو كان مسو... لو لو في دولة اخوان وفي حكم سلفي كان مشي بالكرباج ورانا لو الراجل ده اللي يملك حكم كان قفل القهاوي ساعة الماتش دول اعداء للبهجة واعداء للدين واعداء للوطن الحقيقة ب... 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 بشكل شرس بشع يعني فادي السلفي وادي الوجه السلفي يعني زي ما بقول لك يعني ترويج الفيديو ده جزء بقى من اللي انا بتكلم عنه انه القصه يا جماعه دلوقتي قصه واضحه جدا طيار اسلامي سلفي قرر انه هو والاخوان انهزموا في معركه السياسه ومعركه السلطه والدوله والتنظيمات الارهابيه بتاعتهم بتتاكل وبتنتهي او بتتراجع فاللي حلتهم دلوقتي فتره الاستضعاف هو النفخ في فكره التعصب الديني وملاحقه المصريين ومطارده المصريين بفكره ان هم انحراف في الدين والتمسك بالدين و... ومفيش بقى بقول لك من اول محمد صلاح يتكلم عن الخمره لغايه مين تلبس فستان لغايه منى زكي ايه و... كل الروع الولع الفظاع ده مولعين جدا جدا ومستنفرين 24 ساعه على سبعة ايام زي الاجزخانات في هذا الموضوع بكثافه شديده جدا ودخول في كل المعارك دي ويجي مثلا اسلام بحيري يناقش الشيخ الازهر فان ايه ويطلع فيديوهات ويسب وشتيمه واهانه و و تيجي مرسي يتكلم مع في الحاجة قال يعني بيدافعوا عن ايه شيخ الازهر كل نفخ ده والقضيه دي كلها موضوع اخواني منظم سلفي محكم شغال بقوه علشان يفضل مسيطر على المجتمع ويسيطر على ادمغه الناس ويلوث ويشوه كل من يخاصمهم وكل من يطرح في الاسلام اجتهادا او اختلافا او رايا جديدا او شيئا له علاقه بتنوير الناس وهدايه الناس الى دينها الحقيقي والى دينها اللي متمثل في انصع الافكار والاراء اللي بيخصها شيوخ وائمه كبار في التاريخ الاسلامي مطموسه وممسوحه لصالح هؤلاء اللي عايشيننا بقى لهم 50 سنه تحت خيمه السلفيه هؤلاء اللي الدوله حتى الان لا يزال هذا الحزب حزبهم بالمناسبه بمناسبه مطروح عامل اكاديميه سياسيه لاعضاء حزب النور وبيخرج اكاديميه جديده للشباب تعالوا نشوف صور الاكاديميه والاحتفال في الأكاديمية وتسليم بيقلد أكاديمية الشباب بتاعت تنسيقية الشباب اللي هي نفس الأكاديمية اللي بيعملها الإخوان في تركيا اللي عرضنا الأسبوع اللي فات صورها أهو النهاردة أهو صور السلفيين وتسليم السلف اتفضلوا أدي مشايخ السلفية اتفضلوا يا فندم أهو وبيسلموا الجوايز وحلوة الزينة دي زينة عيد ميلاد كده مشغلينها ودول دول الأجيال اللي بيتم تقديمها للواقع المصري الآن بنفس السمت بنفس الشكل بنفس النمط اللي معمول للسلفي اللي هم مصرين عليه والستات قاعدين ورا هم منقبات وادي الاكاديمي اه ادي الاكاديمية يا جماعة فين فين احنا وادي ياسر برهامي والراجل شحات وغيرهم هما دول اللي موجودين طول الوقت الان حاضرين في وسائل التواصل الاجتماعي دول الوقت اللي هما فجاه كده في يا جماعه فيلم فجاه يتحول الى كارثه كونيه والبلد بتنهار ومش طبعا تلاقي جوه ده طبعا ناس محافظه وتقليديه ومتزمته أو, او ناس مش واخده ولا او النيه او بتاع بتخش في الموضوع وتقول نفس الكلام ونفس المفاهيم ويجبر عندها نفس الكلام ونفس المفاهيم اللي فيه طعن في مصر وفي المصريين وفي الدين المصري وفي التدين المصريين وفي الفن وفي حياتنا وفي الدولة وفي رئيسكم وكل حاجة وإذا كانت الدولة فرحانة إن شوية منهم يعني منعيش شوية منهم أهو طب إيه رأيك في الوقت اللي هم فلان ده ما بيخطبش وفلان ده ما بيخطبش طبقا لدراسة قدمها وكاتبها الأستاذ بيان فرغالي البحث المتخصص شوف بقى عندنا كام واحد على اليوتيوب من الدعوة السلفية دعاة في الدعوة السلفية بيعملوا على اليوتيوب محاضراتهم وبرامجهم ودول بقى اللي هو يعني ياسر برهام الجيل الفيرجن ثلاثة بقى يعني الجيل الثالث والرابع من السلفيين ولا هتلاقيه واقف بيتكلم وشوية يطلع لك الجرافيك وبيكلموا وبيحاولوا يكلموا يعني زي يعني داعيه عصري ويقعد, ويقعد, ويقعد فالخمسه سته المعروفين اللي دقنهم الطويله البيضاء اللي مرحرحين دلوقتي وقاعدين وبعدين المشهد تحولوا اربعة و... اربعة على المشهد دول 24 على فكره 24 من التخريجه بتاعتهم ومن اللعبه بتاعتهم بتاعت انه يلا نملى الفضاء الالكتروني يلا نملى الفضاء الافتراضي ده بتاع السوشيال ميديا يلا نظهر المصريين احنا في كل حته وشيء هايل وكل شويه نقول لك ونطلع ترند يعني خليني بقى اروح اخيرا وسريعا لقرار رغيف العيش طيب هو عشان المساله تبقى واضحه صدر قرار تراجع عنه بقى نفيه بتاع ده كويس يعني التراجع عنه شيء كويس كل حاجه ونفيه شيء كويس ونعديها انها نفي الموضوع تعديلات على نظام صرف الخبز في حالة صرف المواطن بالبطاقة حصة ثلاثة أيام يتم عدم الصرف في اليومين التاليين لتاريخ الصرف وتظهر له رسالة سبق صرف حصة هذا اليوم هل مثال ملحوظة ودي مختوم ومبعوتة للدنيا كلها ففي الآخر الدنيا واضح أنها انزعجت فقال لك لا ده مش حقيقي ده مش وأم طالع كمان تصريح من سيد عطية حماد رئيس شعبة المخابز في غرفة الغرفة التجارية القاهرة إجراءات الصرف دي بدأ من أول يناير فبراير النظام لا يختلف كثيرا النظام السابق المطلوب منه ما فيش بس خبز مقدم اللي كان بيه إهدار عشان كده عملوا حكاية إنه أنت تاخد ثلاث أيام فما تقدرش تاخد اليوم الثاني والثالث خلاص الناس بتاخد يا جماعة الناس بتاخد المفروض إن الناس تاخد حصة الخبز بتاعها الشهري هتحاسب على الشهري مش على اليوم يخلوها يومي فلكن لو خدت ثلاثة ايام مرة واحدة حقك بس مش هديك الثلاثة ايام اللي بعد كده قرار يبدو انه بسيط حاجة بسيطة وتغدت لكن هي حاجة فادحة انا رأيي انها حاجة فادحة فكويس كويس انه تراجعوا عنها يعني بس انا عايز اتكلم عن صناعة القرار ده سريعا جدا داخل اجهزة الدولة واخص بالذكر التموين والمالية مسؤولين متصورين ان ذكائهم وعبقريتهم وعطائهم للدوله او رضا الرؤساء عنهم ان هم يستطيعوا ان يوفروا للدوله اي حاجه او يعملوا يزودوا مساحه الجبايه للدوله في اي شيء يا لو عملنا رسمة على الرسم بيطلع ايه؟ لو عملنا ايه في الايه؟ لو لو شلنا الرغيف ده من الرغيف ده يطلع الرغيف ده فنفرق ايه؟ فنكسب ايه؟ كده يعني ويقنعوا رؤسائهم بالحكايه دي اللي هم طبعا برضو متصورين انه تعظيم الموارد وتخفيض النفقات دي مساله الدوله يعني ايه؟ هتكافئهم عليها وتعظمهم وتعادم في اماكنهم مدى الحياه عشان خاطر الحكايه دي شوف جاب كام؟ عمل ايه؟ ده طلع قرار جاب كذا، ده مطلع لنا تخريج عامله ايه؟ فده السعاده الغامره اللي عند بعض الموظفين والمسؤولين اللي قايمين عليها في قراراتهم او بياناتهم يعني. ام عايز اقول عند العيش بقى واستوب ولا توقفوا يعني خلينا نراعي يعني دقه الموقف ودقه الملف ايوه انا فاهم انه كل حاجه مطروحه للنقاش ومش عارف ايه وبتاع بس وممكن نعمل اي حاجه في اي حاجه ايوه ماشي ممكن نعمل اي حاجه في اي حاجه لكن في العيش تعالوا نفكر قبل ما نعمل اي حاجه في اي حاجه ليه لانه اولا عشان اخد قرار في العيش لازم اعرف العيش اللي انا باخد فيه قرار ده سلوكيات المصريين مع ايه؟ يعني مي اولا مين بيستهلك العيش المدعم؟ وهتلاقي 80% من الاسر دي الاسر أصحاب الدخل المتوسط والفقيرة وهتلاقي منهم 4-5 مليون معاش يعني هتلاقي 5-4 مليون 5 معاش دولة زوج وزوجة او زوجة وحدها او زوج لوحده دولة ناس ما بتنزلش كل يوم تروح الفرن صحيا، جهاد، مصاريف، زحمه ووجع قلب. فممكن تروح اسبوع تاخد كل اكلها، تاخد كل عيشها وتحطه في الفريزر، وتسخن لنفسها. ليه انت تحرمها من ده؟ ليه تحرم ام عيالها جايين النهارده من كل حته هيتغدوا عندها، فتروح تصرف الثلاث ايام بتوع العيش عشان وهي بتعمل لهم الغدا النهارده. ياكلوا وينبسطوا ويقضوا يوم جميل ويدعوا لها وتدعي لهم وتاني يوم تروح تجيب العيش لا يقول لك لا ما فيش اصل انت خدت التلات ايام ليه؟ ده هيوفر لك ايه؟ يعني هيوفر تاعت... أي لك هيوفر لك ايه بقى؟ بس السؤال يوفر لك ايه؟ زي ما بيقول اصل لا اصل في ناس بياخدوا ده ويبيعوه مين يعني؟ مواطن يعني خد العيش وباعه ما يبيعه كيس فيه كام يعني؟ 2 جنيه 2 جنيه 3 جنيه ما تسيبه يكسب 3 جنيه، هو في حد ممكن يبيع عيش الا إيه لو فعلا هو بيحتاج الفلوس دي؟ يعني يعني اه ما يبيعه ما يكسب 3 جنيه يا سيدي 2 جنيه اعتبره جزء من الدعم بتاعك. اعتبره جزء من تدفئة قلب الرجل ده بإنه يعني الدولة دياله البتاع ده ب 50 راح باعها، إيه يعني يوم يومين مش فاهم برضه وثم أنت بتسيب مخالفات المخابز والالتفافات بتاعتها لكن مش عارف تراقبها مش عارف تحاسبها مش عارف تبقى مدقق معاها وجاي بقى تكلم على المواطن ما تاخدش وخد والخمس ترغفة ابو اربعه وبعدين بيتكلم في برضه لما يجي يعني في المحصله يعني وفرت كام؟ دعم الخبز في مصر 43 مليار 42 مليار جنيه الضرايب اللي بتاخدها مصر على السجاير 80 مليار هتوفر كم بقى من 240 مليار لما تشيل بقى العيش ده والثلاث ايام ما تحسبهمش هتوفر كام يعني عم يزود 10 سنين السجاير وخلصت في تو... في توازنات كده انما ما نروحش للعيش ما نروحش للعيش لانه فعلا لو انت دارس كويس مين اللي بيشتري مين اللي بياخد العيش المدعم ده ستدرك تماما اولا اكثر الناس وجعا في الاقتصاد اكثر الناس احتياجا للعيش ده اكثر الناس تصميما على الحصول على العيش حرص فيه تفكير فيه يمثل جزء كبير جدا من مساحه اكلها يوميا فعشان خطر يا دكتور علي صلحى و... ويعني في وزاره التموين وزملائك ومسؤوليك والنبي واي حاجه حي... ولما بتقعد في مجلس الوزراء كده يتكلموا يقولوا ش... خلينا العيش نعمل كل حاجه في البلد ونغير كل حاجه في البلد ونطرق كل... ونرفع كل حاجه على الدعم اي حاجه في البلد بس إلا العيش خلي العيش يعني ادرسه اجتماعيا العيش شويه قبل ما ندرسه اقتصادياً ده ده شيء يعني ده, ده ش... انا رايي انه ده شيء لابد وان تدرك الدوله انه طالع من احتياج شديد الى ان احنا نوصل للناس الرفق نوصل للناس الرفق بهم وتفاهم الظروف الحاليه لنا ظروف صعبه مش سهله ولا نريد ان تزيد, تزيد صعوبه على الناس اشكركم وبعد فاصل التقي وزير الخارجيه السابق واحد من السياسيين والدبلوماسيين المصريين المرموقين عربيا وعالميا دكتور نبيل فهمي اذا حديث القاهره نرحب بضيفنا الكبير دكتور نبيل فهمي وزير الخارجية السابق والسياسي والدبلوماسي العربي والعالم المرموق وكمان عايز اتوقف عند نقطة مهمة صدور كتاب مذكرات لسياسي مصري او وزير مصري على قدر اهمية صدور هذه المذكرات على اهمية نضرة كمان هذا النوع من الكتابة في مصر الا انه وزير خارجية في فترة متعددة يعني المشاكل والمتاعب والازمات وهو يبقى في قلب احداثها سواء وهو سفير وهو مستشار لوزير خارجيه ثم هو وزير خارجيه معني بالعمل العام كمان هو ابن نجل وزير خارجيه سابق قد ايه من اللحظه الاولى احنا بنتكلم على يعني تاريخ مصر سيره تشمل سيره فرد شخص القدر جعله من ابن وزير الخارجيه الى وزير للخارجيه الى انه كمان يصادف حياه عريضه غنيه صعبه قويه مليئه بالاحداث التي كان في قلبها الدبلوماسيه المصريه في الحرب والسلام وسنوات التغيير منور يا استاذ نبيل جدا جدا ومتشرفين بوجودك أنا أنا ومبروك شوية. الكتاب الجميل القيم اللي اعتقد انه يعني مهم لاي سياسي او صحفي او مواطن مصري يقرا بتمعن وهو كتاب مكتوب بسلاسه ايضا وفيه إيه سيره شبه روائيه ايضا فده شيء وفيه علوم سياسيه يعني كله موجود انا بشكرك. <applause> انا بشكرك عايز اسال مبدئيا في فكره عمل الدبلوماسي نفسه احنا في واقعنا العربي دول ليست حديثه او ليست دول عصريه بتاعت حداثه يعني دول معظمها طالع من فكره القبيله والعشيره و والحكم الفردي الى اي حد يمكن ان يكون المرء دبلوماسيا في سياق غير عصري الى هذا الحد يعني اولا الحاله المصريه فريده في العالم العربي اه تاريخ قديم مؤسسات عريقه آه، وبلد اصلا بال الانجليزي الدارج كوزموبوليت فاذا انك تتفاعل مع الغير امر طبيعي بالنسبه لمصر خاصه وبايجاز شديد العمل الدبلوماسي بالنسبه لمصر ليس اختيار ده فرض ليه؟ انت عايش على بحرين وفي قارتين فاذا طبيعه الامور وبتستورد اكلك تجيب من الخارج استثمار من الخارج الامن القومي من الخارج لابد يكون عندك علاقات دوليه والدبلوماسيه هي الاداه الرئيسيه ليه آه وبامانه دبلوماسيه مصريه دبلوماسيه مؤسسات دور الرئيس له دور مهم جدا في التوجيه السياسه العامه انما المؤسسه شغاله يوم يوم والليل في الجانب الفني ال 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 المهني ويمكن ذكرت في الكتاب مره وانا في نيويورك في الثمانينات مره جنبي السفير الفرنساوي قال لي مستر فهمي انت فاكر نفسك مين؟ بس بشكل لطيف يعني مش مش هاجب فقلت له ليه؟ قال لي انتوا مصريين بتتعاملوا مع مجلس الامن كانك الطرف ال 16 في المجلس وعارف اللي بيحصل جوه اكتر من من بعض الناس اللي جوه فقلت له نفس الكلام ده قلت له انا عايش على بحرين وفي وبعمل كذا لابد يبقى عندي دور ريادي في هذا الدول الاح... الاحدث في العالم العربي بدون شك كوادرها احدث واقل انما تتقدم لسنين طويله لغايه اخر السبعينات اوائل نص الثمانينات كان الدبلوماسيين المصريين يعاروا الى العالم العربي يمثلوا الدول العربيه فعلا؟ الآن لا انما لغايه كانت في مرحله لغايه السبعينات آه لغايه اخر نص الثمانينات نص الثمانينات آه طبعا في الـ في الـ في, الـ في الاماكن الفنيه يعني في الامم المتحده عايز واحد فني فهيقول لنا واحد مصري مم. لانه مهني وفاهم ومصر ما عندهاش اجنده يعني ضد حد في العالم العربي عايزين دول وطنية في عالم هويته عربية غير كده أنا ماليش مصالح أخرى صحيح أنا قلت السؤال ده أستاذ جميل على على أساس قراءتي لوقائع مؤتمرات القمة في مفاصل مهمة القمة العربية واكتشف انه الدبلوماسيه لم تكن طرفا في هذا الموضوع يعني في رغبات رؤساء في مزاج نفسي عند حكام عرب وعلاقات يعني ابعد من ان انا اعرف كدبلوماسي يعني اعمل ده بقى زي ما بيقول السيد نبيه بري تربيع المثلثات وتدوير <applause> المربعات يعني أو اولا سؤال وملاحظه يعني متميزه جدا انما عمل لها نوع من ايه التحويل بعض الشيء صادفين. التكنولوجيا خلت دور المؤسسات انكمش لحد ما ودور الافراد بيتزاد لذلك رئيس الدوله بيكلم رئيس الدوله الاخر كل يوم م. زمان وانا عندي في البيت كحاجه يعني جماليه م. علبه فضه كانت بتحط فيها الرسايل زمان مثل آه. الملك وتتبعت بالمركب وتوصل بعد شهرين فالتكنولوجيا اثرت في هذا حتى على مستوى الدول الكبرى انما الفرق هناك ايه؟ انه كل واحد عارف دوره م. فاه الرئيس بياخد دور اكبر شويه انما في مؤسسات بيشغلها وبتخدم عليه دور الرئيس في اي دوله مهم أو. اي دوله ما فيش حاجه اسمها الرئيس بيدار اطلاقا انما المؤسسات ايضا مهم فانما في دلوقتي مع التكنولوجيا غير مساله بقى العلاقات او الطباعه الاخرى آه في الحقيقه تحدي او منافسه بين الفرد والمؤسسه حتى داخل المؤسسه على فكره. في صفحه 200 حضرتك بتقول بتكلم مبارك رئيس مبارك في مكالمه تليفونيه بتحكي له عن حاجه لا علاقه بجوري بوش فبتقول له لا تعلق. <applause> نظرا ليقيني حضرتك بتقول ان اغلب الاتصالات مسجله. سفير مصر في واشنطن بيكلم رئيس جمهوريه مصر في مصر وبيقول له انه يعني ما تعلقش عشان في التلصت على المكالمات. التلصت على المكالمات ده على تليفون السفير المصري ولا على تليفون الرئيس المصري ودرست من امريكا؟ لا هقول لك بالتاكيد من امريكا اه هل بقى فيه من دول تانية كمان ما اعرفش انما وده زاد كمان بعد 11 اه بعد احداث انتخابيه زادت مم. انما ده موجود موجود على الكمبيوتر انا مش بي مش بيسجلوا كل مكالمه بعملها اه لو كلمت هيئه البريد مش هيسجلوها انما لما اكلم رئيس الجمهوريه مم. بيسمعوا شويه م. لو لقوا الحديث مش مهم بيقفلوا م. وفي بس بيخزنوا في كل الاحوال اه وعين في في يعني في كلمات معينه م. تضرب جرس على طول م. يعني ده تنصت على مكالمات اتصالات سفير المصري في واشنطن هم بينكروا هذا ان انا بقول بيحصل انما على تليفون رئيس الجمهوريه شخصيا هنا في مصر لا دي انا ما اعرفهاش انما بقول لك انا كنت بفترض وانا في الخارج م. ان اي مكالمه بعملها مم. وارد انها تكون متسجله آه. و... ومع هذا انا بتكلم على تليفون مفتوح آه. ما عنديش مشكله انها تتسجل ليه؟ مم. لان انا بنقل الرئيس اللي اللي قيل لي من الامريكان بس آه. مش عايزه يعلق اه لان هم اللي انا هقول هم عارفينه ما جاي منهم اه انما هو لو اتنرفز وعلق مره واحده فانا بس بحذره مم. وهو في ذلك آه القصه بايجاز شديد يعني هو بوش كان نازل مصر انا كنت منزله مصر م. ووراني ايه اللي هيقوله في مصر فقلت له احسن ما تروحش باللفظ كده كان مطار في شرم الشيخ في شرم الشيخ آه. لدرجه انه الشأن القومي الامريكاني قال لي انت متاكد انك عايز تقول هذا الكلام من غير ما ترجع لمصر قلت مهم فانما ما بشتغلش لوحدي فبعد ما خدت هذا القرار بنفسي كلمت الرئيس مبارك الله قلت له الرئيس هحكي لك حاجه بس مش هحتاج ترد مم. فطبعا فهم انه في حاجه ما قال لي خلاص قلت له قال لي قافل بوش هي هيضيف للخطاب بتاعه كلام خاص بأوضاحه الانسان سجناء الراي فقلت له ما يجيش اه فانت اعتبرت ده هيعمل الهاب او التهاب في يعني العلاقه بس هو يعني جه بعد ما غيروا الصياغه شويه جه بعد ما غيروا الصياغه انما عمليا مم. يعني اولا بوش في ولايته الثانيه كان هدي مم. مش انه كان القضية انتهت انما كان هادي نسبيا يعني اه انما وانا بص انت خدت فتره بوش بالكامل سنه مع كلينتون وكل بوش اه فده ادعى ان احنا فيما يخص الملف ده تحديدا نبدا منه وإحنا واحنا هنحيط بالكتاب كله لانه كتاب يعني لا تعرف من اين تذهب الى اين تذهب بالضبط يعني لكن خلينا نروح الى قصه تسع سنوات سفير مصر في اهم دوله في العالم في علاقات في وقت كانت شديده الالتهاب. وكمان ملفات بقى زي ملف فلسطيني موجود هناك، يعني امور مهمه للغايه. خلينا نتوقف عند فكره الاصلاح السياسي. لانه في وقت جورج بوش بقى في عقيده لدى اليمين الامريكي بوضوح في الضغط في فكره الاصلاح السياسي في مصر. وحضرتك كنت بتمثل الدوله المصريه في هذا التوقيت. تقديرك ليه هم ليه كانوا مركزين على ملف الاصلاح السياسي الى هذا الحد؟ السمه الاساسيه كانت آه. ان المحافظين الجدد وصلوا للسلطه وعايزين يغيروا طبيعه الشرق الاوسط تكون منطقه شرق اوسطيه مش منطقه عربيه واخرين فاذا العالم العربي بقى مستهدف اولا اي دوله عربيه عندها جيش قوي تبقى مستهدفه <applause> ولذلك اللي ضرب في 11 سبتمبر مش العراق. يعني وانا نفسي رحت لنائب وزير الدفاع بقول له انا مش فاهم انتوا ليه العراق؟ فقال لي عن افغانستان هنضرب ايه خيمه وجمالين. فاول شيء المحافظين الجدد كانوا عايزين يستهدفوا العالم العربي. ده اول شيء. ايه المصلحه يا استاذ المصلحة, المصلحه اسرائيل. <applause> وأساسا وهل الوطن العربي في حالته الراهنه نتكلم وقتها 2001 يهدد اسرائيل كان البدايه مش م. النهايه دلوقتي الحاله اضعف اه انما وقتها كان وقتها كان الامير عبد الله ايام ما كان الامير عبد الله مقدم مبادره واحنا اللي قاعدين نترجى وكان بوش صح اول ما جه قعد فتره مش بيعير م... اهتمام للقضيه إن... الفلسطينيه كنا قاعدين دلوقتي والنبي اهتم والنبي انما انما برضه لما حب يخش العراق <applause> احنا قلنا لا اه <applause> لدرجه ان انا استدعيت الى الكونجرس الامريكي عشان اشرح لهم فقلت لهم انا ما حدش يستدعيني الا المجلس الشعبي المصري اه <applause> فعملوا جلسه غير رسميه عشان يسمعوا ليا <applause> والسفير السعودي والسفير العراقي وسألني قال لي ان انتوا بتنقدوا نفسيكم من ناحيه عاملين اصدقاء ومن ناحيه بتقولوا لنا ما تخشوش ومعين دلوقتي بتقول لي بعد ما دخلت ما تسيبش البلد مفكوكه من بعضي قلت له انا عشان انا صديق بصراحك ثانية ما تقدرش تخش في بلد ما تيجي تخش تقول ان انا عايز اعمل عمليه قلب وبعدين تعبت فهخرج مفتوح. مفتوح فاحنا قلنا لك ما تخشش هو المهم جدا في الكتاب هنا حضرتك بتتكلم على انه مصر كانت ضد فكره الغزو بطبيعه الحال اكيد يعني لكن كمان كانت لو حدث لها طلبات ومنها الحفاظ على مؤسسات الدوله العراقيه تمام ده كلام رسمي مسجل ومدون ومحافظه على مؤسسات الدوله العراقيه بما في الجيش طبعا ولغايه النهارده م. الامريكان اللي على اتصال بمصريين وبيه لغايه النهارده م. بيقولوا احنا فاكرين انت قلتوا هذا الكلام م. فبيشهدوا بهذا الكلام ف مسألة أنا هروح للعراق يا فندم بس لسه بتكلم في الإصلاح السياسي. موضوع الإصلاح السياسي بالنسبة لمصر ما هو آه. مصر في النهاية العمود الفقري للعالم العربي ما يقدرش يجي النهاردة يهد الكيان المصري فإذا حركوا إزاي؟ حركوا بالإصلاح ما يقدرش هيجي النهاردة يقول إيه أنا عايز أقسم مصر وهو هو الإصلاح يؤدي لتقسيمة مصر؟ لا هو عايز يؤثر في مصر. اه فهو ما يقدرش يهد مصر. فهو يقدر يهد العراق يهد سوريا يهد دول تانيه بالنسبه لمصر اوكي هاثر فيها ازاي ما يخلي بالك لايه يعني برضو كل ما اقرا هنا في الكتاب علاقه الرئيس مبارك بالاسرائيليين علاقه طيبه في تعاون حتى الاختلافات تحت اداره يعني في مستوى واضح جدا انه ما فيش رغبه في صدام مشترك اطلاقا بل احيانا تحس في تضامن ما يعني فانا برضو ليه انا مبارك لا يشكل خطرا على اسرائيل من اي نوع وصمام امن بالنسبه لامريكا مع النظم المعتدله او المسماه كو معتدله ده ليه انا عايز ملف الاصلاح اضغط عليه قوي كده ونرفز الراجل الى حد باين في الكتابه دي بتنرفز يعني الجانب الاسرائيلي والامريكاني أوه. عايزين مصر بس مش حابين مصر امم بدون مصر الوضع المنطقه يبقى غير مستقر أوه. والسلام غير مستقر لما علينا صوتنا في موضوع فلسطين. اه. المساعدات مساعدات. اخر سنه لكلينتون قبل حتى بوش. أوه. ليه؟ انتوا بتعلقوا صوتكم ليه؟ في قصه مم. فلسطين من لان ده قضيه قوميه واقليميه. و... المهم فالشد والجذب بيننا وبين الاسرائيليين وبيننا وبين الامريكان كان قائم. بس سوال برضه كما فهمت من الكتاب لو كان في اتهام امريكي اسرائيلي مشترك. ليه مبارك انه عايز يدير قصه الازمه الفلسطينيه طول الوقت لصالح وجود دوره مظبوط فهم مصريين ضد الحل مش ضد الحل اه, اه يعني ضد ال 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 الحل المفروض من الجانب الجانب كلامك مظبوط الجانب, الجانب الاسرائيلي والامريكاني اه وصلوا المدى انه بيقولوا مصريين مش عايزين حل لا اه. احنا عايزين حل بس مش عايزين حل انك انت تبقى طاغي على الجانب يعني اديك مثال اتفاق أوسلو أساسه سليم مم. مشكلته إنه طويل واللي على الأرض الأقوى من الإسرائيليين أو... فبوظوا الموضوع إنما أضيف إليه الاتفاق بتاع باريس الاقتصادي، الاقتصاد الفلسطيني جوه الاقتصاد الإسرائيلي مم. لا يستطيع التنفس نهائياً إحنا كنا ضد هذا فهم كانوا بيجدوا إن إحنا بنشجع الفلسطينيين نديهم ظهر فبيتزمتوا معانا إنما الجزء الثاني بس ده وصلت حضرتك انك انت بتروح لعرفات وتقول له ارفض اه فيعني في وهو يحصل ياخدك في حوار خارج القاعه بعد ما ما يردش وين يرد خارج رفاقه يعني برضه مشهد عربي حقيقه ومش بس كده موجل. تمام مش بس كده شوف آه. من غير ما حتى اقول له ارفض آه. مجرد اني مشيت جه ورايا آه. يعني اخر اليوم في المفاوضات دي آه. قلت له خلاص بقى انا راجع مصر قال لي ليه؟ قلت له بقى بقى أيام فالله يرحمه كان نبيه نزلت انا مصر بعربيه خمس ساعات آه عبرت سينا الساعة خمسة ونص الصبح كلمني عمرو موسى كان وزير خارجية قال لي تعالى نفطر مع عرفات قلت له عرفات ايه انا لسه هرجع سينا هرجع غزة <تصفح> <تصفح> قال لي انت قال لي وراك انما عايز اضيف لك حتة معلش آه الامريكاني العادي م. مادي انك انت عملت مع سلام مع اسرائيل في 79 امم بتاخد مساعدات من من 79 بالنسبه له هو هو بيقول انا بديك مساعدات لازم تبقى, تبقى تردها لي تردها لي وبيقول لك دور معايا فكان بيجد انه لا ازاي انت بتاخد مساعدات وانا بقول لك اعمل كذا انت واقف لي ضد العراق وقف لي مع الفلسطينيين فدي موضوع الاصلاح كان جزء منها ارس وكان في عشان بس ابقى امين وصريح بالكامل، كان فيه بعض في بعض الناس في امريكا مقتنعين تماما بالاصلاح، مش واخدينها كاداه، لا لا كان في بعض مش مش الاداره انما يعني بعض الشخصيات اللي موجوده هناك كانت مقتنعه تماما ان الاصلاح في مصلحه مصر. مش بس في مصلحه والاصلاح الدائم دايما في مصلحه اي بلد. ف كنتوا بتردوا ايه فندم في السفاره على الدعاوى الاصلاح؟ انا كنت دايما برد ان احنا بنجتهد في الاصلاح. عمري ما كنت بقول ان احنا اصلحنا عمري ما ادعيت ان احنا دا دوله ديمقراطيه انما مم. ان بنبذل جهد وعملنا كذا 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 كان ده كان اساس كان كوزير خارجيه ولا كمواطن مصري كان بيتكلم وقتها بقى؟ لا ده كسفير كسفير إيه. كسفير آه. كوزير خارجيه كانت قضيه ثانيه خالص كوزير خارجيه الـ اللي حصل انه لا هنتكلم في وزاره ده اقصد كمسؤول في الخارجيه بيتكلم يعني انت كنت شايف مشهد المصري في فتره مبارك في اجتهاد للاصلاح في رغبه في الاصلاح السياسي عشان كده وانت بتدافع عنه او بتوضح وجهه نظره في تسع سنوات من الضغط المتتالي حاولك. وانا اولا يمكن من الدبلوماسيين اللي مش دبلوماسيين <applause> يعني احترم جدا الدبلوماسيه بمعنى انا كدبلوماسي مسؤول عن حمايه مصالح المصريه مم. في كل لحظه من عملي في الخارج انما في فرق بين ان انا ادافع عن المصلحه المصريه والسياسه المصريه في لحظتها وبين ان انا كنت دايما صريح جدا مع حكومتي مم. في رسائل الداخليه دي بقى رسائل داخليه يا جماعه لو استمرينا في كده تكلم مين يا استاذ ال ال الرسمي وزير الخارجيه احيانا رئيس الجمهوريه مم. انما كل شيء كان بيروح من خلال وزير الخارجيه في الكتابات الرسمية أحيانا كان الرئيس مبارك كان بيتكلم في بداية عهدي في واشنطن بيتكلم كل أسبوعين ها أخبار عندك إيه و... ها نتكلم م. ومن ضمنهم حالة معينة قلت له والله اللي بهذا الإجراء مش ضدك قال إيه؟ قلت له في فرق إنك تاخد إجراء وإن تأخذ بهذا الأسلوب م. لأنه بتدي ذخيرة للناس إنها تهاجم بدون أي 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 شيء أي م. داعي وبأمانة الراجل يسمع. مم. يعني انا ما يعني لازم اشهد له. ده لو جينا نبص التقييم عهده دي قصه تانية مم. انما كان بيسمع للسفر بطوب وبعدين يقرر هيتجاهل الحديث ده حاجه خاصه بيه. لما كان في بيئه مفتوح الحقيقه. استاذ نبيل حضرتك في الكتاب بتتكلم عن سياسه مصر الخارجيه. انا هرجع تاني لامريكا والاصلاح السياسي لكن طول الوقت بسال نفسي اثناء قرايه الرحله الطويله من 74 لغايه 2014 سياسه مصر الخارجيه ولا سياسه الرئيس الخارجيه؟ لانه يبدو لي تشوش بين سياسه عبد الناصر وسياسه السادات سياسه مبارك انه لا انا ما بتكلمش عن سياسه مصر الخارجيه لان بالمنطق ده هي متغيره قوي ومضطربه انا بتكلم على سياسه الرئيس الخارجيه كل واحد له منهجه له أسلوبه له أهدافه خليني أسمع إجابة سيد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق على هذا السؤال خصوصا وانسئله أخرى يطرحها بقوة كتابه الجديد في قلب الأحداث كتابه المهم والخطير بعد الفاصل نلتقي إذا في هذا الواقع المتشابك جدا والصعب للغاية عربيا ودوليا ويبدو العالم في حالة من الغيمة الشديدة في صراعاته في يعني أزماته يظهر لنا هذا الكتاب القيم الرائع لوزير خارجية مصر السابق الأستاذ نبيل فهمي وبيقدم لنا في قلب الأحداث الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير وكنت أسأله عن صناعة قرار السياسة الخارجية في مصر وأنا أرى هذا الكتاب أكتشف أنه هل بالفعل او لعلي اسال نفسي واسال طبعا ولا كان باسم خبير السياسه الخارجيه يصنعها رئيس دوله يكاد يكون من عندياته يفكر يعني واحنا هنجيب حتى من الرئيس السادات ولحظه المبادره وما الى ذلك ويمضي بنا الامر الى انه وكان المؤسسات مهمتها تنفيذ سياسه الرئيس وليس السياسه الخارجيه لمصر مفيش كتاب اسمه السياسة الخارجية لمصر كده شوف أي دولة في العالم الرئيس المنتخب بيضع التوجه الأساسي للدولة وعلى مؤسسات أخذ وعطاء مع الرئيس لتنفيذها بأفضل أسلوب عبد الناصر كان توجه معين توجه إقليمي قومي معين واتجه لاعتبارات كثيرة شرقا في آخر مطاف الى اخره جه السادات عايز يغير الاتجاه لعلمك الخارجيه رجعت راحت للاتجاه معايا. اه أوه. مش بس كده هتستغرب او بعض الناس ما تفتكرش والدي كان وكيل وزاره قبل وهو وكيل وزاره اشترك في ندوه في الاهرام وقال يا جماعه احنا قربنا للروس عن اللزوم ويجب ناخد خط وسطي. ذاكر حضرتك ده في الكتاب اه روحوه ببيت مم. خد اجازه شويه اه ست اشهر <applause> وبعدين كلموه قالوا له السادات عايز يقابلك. وعايزك تروح سفير في المانيا مم. فرده كان روح مكتبي الاول مم. وبعدين اقابله ويحل حل استدعت اقابله وكان شخصيه محترمه قويه والدي كان شخصيته برضو قويه قعدوا مع بعض اتكلموا على التوجه الجديد لمصر ويجب نروح فين وكلام من ده فاذا ده كان اه توجه الرئيس عايز يروح هناك انما قبليها بست اشهر ما كانش عايز اه ولا لا اقصد إن... أ... لا اقصد و... هنا ان وزاره خارجيه وهي مدرسه عريقه وكل حاجه وفي اللجنه لكن هي لتنفيذ سياسه الرئيس بالصناعة. قرار من ده علاده لان هو الرئيس آه. اصلا لما وافق على... على انه ياخد أموال ياخد اجازه اه كان موافق على انه الكلام ده غلط اه وبعدين فكر فيه فلقى ان والله ده انا فعلا عايز امشي في الاتجاه ده فرجعه م. القرار النهائي م. في يد الرئيس اذا حب ياخد سكه غير المؤسسه القرار في يد الرئيس بدون شك مم. وده اللي حصل في الاخر لما حاب يروح القدس لما إنما لما السيد اسماعيل فهمي والد حضرتك وزير الخارجيه المصري وقتها قرر انه يستقيل يعني وقوفا قصاد هذا القرار او معارضه له ويعتبر ان ده قرار فردي او اعتبر هسال حضرتك سؤالين ودلوقتي مالوش علاقه بان نجل اسماعيل فهمي لأنه له علاقه وزير خارجيه مصر شهر 2014 شهر بعد كل المشهد ده ما تم مين اللي كان على حق اسماعيل فهمي والدك ولا انور السادات؟ هل وصلت لحل شامل؟ الاختلاف الوحيد بينهم اولا آه دول كانوا شخصيتين يحترموا بعض جدا اه جدا وهحكي لك قصه سريعا بعد كده انما قصه رائعه الحقيقه لو تحكي لي قصه لما خرج آه سيدنا رنادان دي قصه رائعه ويعني يعني عشان اقول القصة بسرعه اثناء مفاوضات الحل الفك الشباك الثاني كيسنجر جايب صيغه بيسكلي صيغه اسرائيليه بتنهي النزاع السادات عايز يخلص فقال اوكي مكتوب كلمه نهاية النزاع بالظبط اه, آه ان يعني ده هينهي النزاع المصري الإسرائيلي. فراح والدي من ورقه وخرج ولا اكلم حد فقعد برا الشباك في الجنين في اسوان كان والنوافذ مبينه آه انه كل قاعد كيسنج راح تاس فبيقول للسادات اعمل ايه اطلع اجيبه قال له اذا كان طلع مش هيرجع م. قال له ده برجعه ازاي قال له شيل ال... آه آه. الفقر الغبار. انا بقول هذا الكلام واتشالت الفقر بقولها ورجع آه. انا بقول نفس الكلام آه. بقى حجه على سياسه الوالد اللي هو آه. ماذا لو استمر وكان يستطيع ان يقوم حاول اجراءات لك. كتيره ومواقف كتيره بالمنطق ده ذاته انه السادات يحترمه انه له ثقل انه انما لما مشي ومشي وراه سيد محمد رياض ومشي وراه سيد ابراهيم كامل اصبح وكانه يعني مساله م. يعني سكرتاريه تنفيذ بقى يعني لا, لا ما انت لازم تاخد في اعتبارك حاجتين يعني. تكوين الوالد كان م. ان العمل العام ده مسؤوليه وامانه اه امانه للبلد ومسؤوليه ان انا ادي رئيس الجمهوريه الموقف الصريح الكامل. بتيجي في نقاط معينه بتختلف وبتسكت لان القضيه مش كبير مش كبيره. مم. لما بتيجي نقطه معينه لما, لما قناعته كانت انه لو عم لو مصر عملت حل مستقل مع إسرائيل يبقى المعادله العسكريه المصريه خرجت من المعادله اذا صعب جدا ان اسرائيل هترتق للتفاوض العربي ومش هنوصل للحل الشامل. ده كان وجهه مم. نظر الوالد السادات كان عايز برضو حل شامل انما مم. ما كانش قادر يصبر في هذا الكلام فاختلفوا اختلفوا ب... بكل احترام مم. وانا اقدر اقول لك من, من وقائع ملموسه مسؤولين مصريين طلبوا يروحوا يتوسطوا فرده كان رد السادات كان اسماعيل مش هيرجع انما اكتر من كده عمري يعني والدي والسادات اختلفوا في على على موضوع هذا المبادره وكام ديفيد انما عمري ما سمعت حد فيه يقول كلمه وحشه على الثاني كان اختلاف سياسي فبمعنى الرئيس ليه دور اذا كان وزير كي مختلف مع الرئيس مين اللي هيمشي مش الرئيس ما تقدرش الرئيس امشي انت ده هو المنتخب مم. فاذا مسؤوليتك كمسؤول سياسي بما انك انت مش موافق والقضيه كبيره لو قضيه صغيره خليك قاعد مم. هو انا متصور انه دي نقطه مهمه عشان يعني نوصل لحل فيها انا متصور انه سيد سعيد فاهم تصرف كسياسي مش كدبلوماسي تماما وهل الدبلوماسي له ان يكون سياسيا في في, في هذا الظرف تمام طول ما انا دبلوماسي أه. صغير مم. مسؤوليتي مش سياسيه مسؤوليتي فنيه كل ما اكبر في المعادله شويه الجانب السياسي بيخش شويه طول ما انا في الكادر انا دبلوماسي قبل ما اكون سياسي في نسبه سياسه فيها صح بمعنى عليا ان انا اصارع بلدي وده اللي كنت بعمله انا كنت دبلوماسي في واشنطن مكان مهم كنت صريح جدا مع بلدي الرئيس مره بعت لي تعليمات من خلال سكرتيره فقلت له قول له لا قال لي ما اقول له لا قلت له قول له قوله انا بقول لا أكلمني الرئيس قال لي مالك زعلان ليه النهارده يعني فحكيت له مم. فوافق ف ما قلتش هذا في العلن اه ده كان الكلام بكل احترام داخل المؤسسه انا بقول له ايه اللي هيحقق له اللي هو عايزه مم. بس اسلوب من موقعي انما لما بتحمل مسؤوليه سياسيه لو لو جينا بقى في قصه فيها جانب اخلاقي وادبي لا ممكن امشي يعني نام. لو نبيل اسماعيل فهمي هو اللي موجود لحظه اسماعيل فهمي كان خد قرار استقاله؟ لو وزير بالتاكيد فعلا؟ لو بت لو وزير آه. يعني في فرق بين ما تشاركش في عوده الارض المصريه بما ان بين بم الارض المصريه لو خر لو مصر خرجت من المعادله العسكريه مم. الارض هتعود كده ولا كده وانا ما بشككش في هدف السداد آه. انا مش بتكلم على ايه التقييم بين الاثنين كان ايه؟ مم. ان ده هيوصلنا لحل شامل وده هيصعب هو ودي ده يوديني يا فندم لاجاده الاصلاح والضغط الامريكي على مصر فيما يخص اديك ال... بس نقطه معينه بس آه. اللي طرحوه الاسرائيليين قبل المبادره آه. كمشاريع للحل هو نفس اللي طرحوه بعديها ما ما غيروش موقفهم آه. نتيجه المبادره اللي اتغير نتيجه المبادره راي العام الغربي آه. مش راي العام الاسرائيلي المتفضل صحيح بس ده يصب برضه في مصلحه السادات والقرار يعني تاريخيا يعني اقصد باثر رجعي طبعا نقدر نقول انه انا مرأي انه قرار فردي من رئيس السادات كل حاجه كشان كل القرارات الفرديه من حكام مصر لا لا يعني بما في قرار فردي الكارثي بتاع التحالف مع الاسلاميين لكن في المحصله احنا قصاد النتيجه انه الارض رجعت ما هو لو هي هترجع بشكل من اولا لو انت بتحسب انه السلام تحقق اه في ظل احتلال اسرائيلي القريه العربيه م. يبقى يبقى نجحت. آه. لو بتفترض انك قوه مصر في عالم عربي مستقل وقوي يبقى ده فيها ثمن مم. هي في النهايه ثمن ومكسب وخساره. آه. وز... وزائد ان زي ما بقول اللي عرضوه قبل من وقت عبد الناصر آه. وهم عارضين حل منفرد. بما فيها انسحاب. لما انت بدات تتفاوض بدا عايز يخلي حته الطبع عنده و... وخلف انما برضه أنا ما في وطنية السادات نهائياً. ده دي كانت ممارسة مم. متميزة بين رئيس قوي ووزير قوي، مم. كل واحد بيقوم بدوره باحترام تجاه الثاني ومقدر مسؤوليته. في حالة وجود اختلاف اللي بيمشي الوزير مش الرئيس. مم. هو المشهد مهم عشان نتعلم منه يعني فكرة في مفاصل قرارات بيبقى في يعني قرار لا يستطيع المرء ان يتجاوزه وفي قرار ممكن تبص لقدام فيه بنظره مختلفه ومغيره وكان سؤالي هنا الدبلوماسي ولا السياسي لان كنت بسال سيد نبيل فهمي وانت كنت بتمثل الحكومه المصريه في وقت رئيس مبارك في تسع سنوات كسفير في واشنطن كان الدبلوماسي بيدافع عن موقف مصر اللي كان فيه يعني بالتاكيد وضع السياسي ليس جيدا منين بقى يحصل ان السياسي هنا يوازن الدبلوماسي؟ منين هنا السياسي يقدر ياخد موقف تجاه الدوله؟ يعني هل مكان هل هل مسموح انه يبقى في معارض يقول يبلغ معارضته رفضه؟ داخليا؟ اه انا كنت ببلغ موقفي المخالف لرأي الحكومه بانتظام بالنتظام. بس مش في العلن اه ليه؟ لما العلن خلاص دي حاجة تانية يعني. العلن أنا ده انشقاق العلن ده انشقاق وظيفة إن أنا بمثل مصر آه. تجاه الغير فإذا ما فيش مجال إن أنا هاخد موقف غير مؤيد للموقف إنما بما إني مواطن بما إني مسؤول عام دبلوماسي صحيح أنا مسؤول عام في الدولة علي أمانة م. إن أصارح كل رؤسائي برأيي بكل احترام انما برايي بالكامل في في كل القرارات وده اللي كان بيتم مش في العلن انما والمسؤولين موجودين في الاخر صاحب القرار مظبوط بعد الفاصل اكمل مع السيد نبيل فهمي وزير خارجيه مصر السابق عن كتابه ومذكراته الجديده الاهم والاخطر في واحده من اهم صفحات كتاب في قلب الأحداث للسيد الوزير نبيل فهمي بيكلم بصفحة 195 أنه على ممر السنين كان الغرب بيتواصل مع الإسلاميين ودوائر سياسية أمريكية بدأت تبني علاقة مع الإسلاميين اللي أنا عايز أسأله وطبقا وتداعيات هذه الصفحة بقى بالتفاصيل مصر كانت فين وسياستها فين من المشهد ده يعني انت انت انتم ترقبوا بدليل سفير مصر في واشنطن يرقب هذه العلاقه التي بدت قويه وبعضها حميم بين التيار الاسلامي وبين الاخوان, الاخوان طرفا يعني والامريكان. الدول العربيه والقوى العربيه كانت فين من المشهد ده بينما امريكا بتغزل كل الغزول دي مع الاسلاميين. شوف احد المبادئ اللي انا بتمسك بيها دايما وأؤكد عليها ان اي دوله متوسطه يجب تحافظ على مساحة صحية من الدول الكبرى صحية بمعنى ما تبعدش قوي عنهم إنما ما تقربش قوي ليهم ليه؟ لأن الدول الكبرى ليها حسابات تاني، أمريكا ومن بعد ومن يعني اتصلنا بيها الغرب من وقت لما تشال شاه إيران أعلنت رسميا حاجتين أولا لن نفاجأ بعد كده هنكلم مع كل الناس وكانوا بيتكلموا مع كل الناس مش بقى بيتكلموا معاهم كسياسيين كده معاهم اجهزه المخابرات أجهزة الامنيه عشان ما يعملكش انت احراج انما بيتكلم معاه واعلنوها احنا بس بنحب ما نحبش نتابع بدقه الحاجه الثانيه قال... البيان اللي قاله كارتر عن حمايه المصالح الامريكيه في الخليج ولما جابش العرب نهائي ده بيتكلم عن مصالح الطاقه م. كانت من ايران كانت من العرب هو بيكلم عن مصالح الطاقه لامريكا. لا ف بيدور على مصالحه ان العالم العربي فاكر ان امريكا هتفضل دوله عربيه عن مصالحها كلام غير منطقي. آه مثال اخر قرار الحرب والسلام في المنطقه كان قرار مصري. خطأ وصوابا. 67 كانت خطا 73 بكل صراحه نصر ونصر يحسب لانور السادات وللجيش المصري الامريكان كانوا ضد الاثنين ضد التصعيد في 67 وضد الحرب وحتى الروس كانوا ضد 73 مش بس كده الامريكان كانوا حتى ضد مبادره السادات ان يروح القدس اول رد فعل الامريكاني في ممر البيت الابيض كارتر ماشي في ممر البيت الابيض قبل مستشار الشؤون الداخليه اللي ماسك الجاليه اليهوديه فكارتر بيقول له ستو اسمه ستوارت ايه الكلام ده ده كده هيبوظ لي كل جهدي عشان مؤتمر جنيف ده هيخرب الدنيا انا هعترض رد عليه الثاني اللي هو مستشار الشؤون الداخليه قال له تعترض ازاي؟ اذا كان هو بيقول هروح ما تقدرش تعترض مم. وانما رد فعله الاساسي كان ايه؟ المفتح. مصلحتي انا فين؟ آه. مش مش ايه المنطقه مم. رايحه فين؟ واذا اذا حتى قعدنا الكيسنجر كيسنجر فلسفته ما كانتش حل حل حرب فلسفته كان انا عايز اعمل نظام اوردر في المنطقه يخدم صراع ال 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 يدير الصراع ما يحلوش يعني يدير الصراع ليه؟ كجزء مم. من الصراع بينه وبين الاتحاد السوفيتي. اه. كانش عايز حلو طب انت بعد حرب اكتوبر كان ممكن مم. تزق في الحل بجديه. ف يعني الاعتماد على اعتماد على الغرب آه. او الشرق اكتر من اللازم خطا. مم. وده اللي بيخلينا نستغرب بعد كده ليه؟ ايوه بس انا كنت بسال على العلاقه القويه ما بين الاسلاميين الاسلامي والامريكان في الوقت ده وازاي انه كان في غيبه هم وازاي حضرتك بتقول ان جورجي بوش نفى لاحمد نظيف تماما بينما انت قلت أه وانا كنت بقول لان انا شايف اه والرئيس مبارك جمع كل الوزراء قال لهم ده, ده مصمم بيقول لنا انه بيحصل اه هو الكلام بوش ما هو قال لاحمد نظيف لا مش آه. مش ان احمد نظيف جابها من عنده مم. قال له لا بمعنى ما بتصلش بيهم سياسيا ولعلمك في مرحلتها في المرحله دي مم. كان اوريدي استعداد رجعهم مصر مم. فكانوا موجودين في مصر آه. وكانوا موجودين بعديها بسنه موجودين في مجلس الشعب مم. فحكايه انه ما قبلهمش مش قبلهم ازاي اذا كان يعني احنا كنا سامحين لهم بالتواجد وبعدين بتسميه المحظور آه. بس منتخب عشان كده بسال اقفز الى سنوات بعد 30 يونيو او 30 يونيو كان اشتن ايه سر اصرارها على الاسلاميين ايه سر العلاقه اللي كانت في الفتره دي كان وحضرتك وزير الخارجيه وقتها الضغوط كلها على عوده الاسلاميين الوقوف جنب التيار الاسلامي اخراج الاسلاميين ايه فجاه الشبق الغربي حاجتين بال... آه. بعد 11 سبتمبر م. 11 سبتمبر وبدءا من احداث الجزائر في الثمانينات آه. في قناعه عند الغرب ان التيار السياسي الاسلامي هو اللي هيفوز في نهايه المطاف <applause> في كل الدول العربية الإسلامية وإن دي دول ضعيفة <applause> والفائز النهائي فهم الإسلاميين فبما إنه ده الفائز النهائي أنضم له من <applause> دلوقتي ده شق الشق الآخر إنه أنت جيت شلت الإسلاميين بأسلوب استثنائي الأسلوب الاستثنائي ده ادى ذخيره للي عايز يعرضك مم. انك انت شلته بشكل غير تقليدي فاذا في حاجه غلط هنا مش مع الاصلاح وهذه الامور ليه الغرب اشترى الروايه الاخوانيه بالطريقه دي سيدنا نبيل عشان عشان البند الاولاني يعني ان هو مم. هو مقتنع ان هو اللي فائز في النهايه اه مش مقدر انه مم. الخطر اللي كان موجود على الهويه المصريه مم. هو اللي كان الدافع الرئيسي للشعب المصري بمختلف فئاته انه يقول لا مش هنستنى ثلاث سنين. م. لازم دلوقتي. بص خلينا نكون صراحه <applause> اخواننا المسلمين تيار بدا في مصر بلاش في كندا. ما احناش مستوردينه. انما المشكله الرئيسيه جت جايه من ايه؟ هم بيعتبروا ان الهويه المصريه هي الاخوان. في حين ان اي مواطن مصري اخر بيعتبر الهويه المصريه هي مصر والطيار السياسي زائد اي طيار تاني السياسي الاسلامي جزء طالما ما يمسش الهويه يبقى هتحمل اعترض عليه ما اعترضش عليه، انما الغرب كان بيلعب على انه هم اللي واضيف لك حاجه من الشرق، انا رحت ل... لروسيا بعد بعد 13 قابلت من الشرق ان قام راجل عارف المنطقه احسن مني. كل جبل، مم. كل هضبه، كل جبل، كل واحد وقاعدين ساعتين ونص انا مبهور مم. من معلوماته وبيستمع بيستمع برضه في الاخر قال لي بص انا كنت قلقان عليكم انما انا دلوقتي مقنيت لانك انت مقدر المخاطر والفرص وايه اللي محتاج يتعمل فانتوا عندكم رؤيه للمستقبل فمع كل التحديات احنا بقينا مطمئنين آه وبرضو جزء منها ان هو يفضل التيار غير إسلامي م. جزء تاني أنه هي مين اللي هيكسب اه عشان يمحي حساباته ولذلك م. لازم الكيان الداخلي المتشكل حول الهويه م. هو ده رصيدك الاساسي هيل. مهما حد عاجبه في الخارج مش عاجبه في الخارج م. لما اضحكك في بدايه عملي الدبلوماسي او في منتصف عملي الدبلوماسي كنت اقول الراي العام المصري وانا في الغرب يعني ولا حتى بتسمعوا ولا اعترضوا ولا كأنه قلت حاجه التعبير ما اتقالش مفيش راي عام مصري اصلا ما يقولك ما يهتمش انه يناقشني اه في 2013 وانا وزير لما رحت الجمعيه العامه انا فاكر في الخريف فبتكلم مع كذا وزير فبقول له انا ما قلتش راي عام مصري هو قال لي بس راي العام مصري حقيقتك ليه؟ لانه شاف ناس في راي عام مصري في راي عام مصري ف... سؤال اخير استاذ جميل حضرتك رفضت الوزاره اكثر من مره في عصر مبارك وما بعده ثم في لحظه تلت... 2013 وافقت وبتقول في الكتاب انه لما دكتور حازم ببلاوي كلمك انت امهلت وقته وقلت قلت له انا سياسه مصر الخارجيه وعرضت عليه سياسه مصر الخارجيه فقال لي خلاص انا هطلع اعلن على الناس ايه اللي عرضت عليه؟ ايه سياسه مصر الخارجيه؟ اساسا لابد نضمن تعدد الاختيارات م. لابد يبقى لنا موقف متوازن في علاقتنا مع الدول م. لابد يبقى لنا تركيز أكثر على الجانب الإقليمي في النهاية الحرب والسلام مع جيراني ولا حارب الصين ولا حارب روسيا ولا حارب أمريكا بشكل مباشر فإذا قضايا الإقليمية عايزة تركيز إضافي الحاجه الثالثه لابد يكون لها سياسه خارجيه أمري... سياسه خارجيه مصريه لها مبادره م. ليه لانه ال... ال... الرياده المصريه الاقليميه رياده فكريه في الاساس رياده حضاريه وفكريه م. مش رياده ماديه فانا لابد يبقى عندي المبادره ايه اللي جاي م. فعرضت عليه ادي المبادئ الاساسيه والدكتور حازم بكل لطف و... و... واحترام استمع بهدوء وقال لي طب لو يا ريت بس لو تقول انك انت وافقت وانت خارج آه وانا بالفعل انا قبلت فقط من واقع ان البلد في خطر ومسؤوليه وطنيه لابد اتحمل ال... ودار كان ارتباطا باللي تربيت عليه ان العمل العام مسؤوليه وامانه مش عمليه بقى هتريح هترتاح مم. هتكسب اكتر هتكسب اقل ده مش داخله في الحساب اللي ما قابلتش المرات قبل كده مم. لان بامانه انا كنت مع إني ما كنتش اصلا ان انا اخش خارجيه أوه. لما دخلت واشتغلت الحمد لله انجزت في تقديري على الاقل كنت سعيد باللي بيه ومش مهتم ان انا اخد منصب مم. وزاري شفت المنصب الوزاري اثناء والدي وشفته وانا بشتغل مع عمرو موسى عن قرب فاذا مش موضوع بالنسبه لي جذاب وفي اعباء كثيره جدا. اه فده كان الاساس مصر كانت في خطر ما كانش في مجال بقى مم. ان اقول والله انا عندي اربع وظائف ثانيين بعملهم وعائد كذا ولا مش عائد كذا ولا الوضع آه مضطرب كان مضطرب مضطرب جدا بصراحه يعني مصورتين في ثلاث سنين مم. يعني انت كمفكر هتبقى عارف الكلام ده انما لو بصينا من 52 لاخر 2010 م. 69 سنه كان اربع رؤساء من 2011 ل 2013 عندنا اربع رؤساء ف... واخر كان مضطرب مش انت لا كان مضطرب جدا انما ما فيش يعني ما فيش افضل واشرف من تمثيل مصر بامانه مع كل ما يعني في, في الظروف الصعبه والظروف الحلوه. مصر ليها وضعيه معينه بس احنا لازم ايه؟ نعيد الوضعيه دي، الناس بتبص للمنطقه بتبص لمصر قوي. اشكرك جدا استاذ نبيل فهمي على هذا اللقاء وعلى الكتاب الرائع اللي اعتقد انه متعه سياسيه يعني وفكريه لقرائه، اشكركم جدا والتقي بكم بعد الغد، اما الغد فموعدنا جميعا امام مباراه مصر والكاميرون. <applause> سيكون على الشاشة مسجلين في مختارات من حلقات سابقة أما موعدنا على الهواء فيوم في الجمعة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته